صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البدء نرحب بكم جميعا في معهد الروحة والدراسات العليا. اليوم نحن عاملين جلسة مصغرة لمناقشة أطروحات وأبحاث الطلاب السودانيين الذين تخرجوا هذا العام في معهد الدوحة للدراسات العليا. وطبعا معهد الدوحة للدراسات العليا هو مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا في الدوحة، بتقدم درجة الماستر في عدد من التخصصات أهمها العلوم السياسية وعلم الاجتماع، ماجستير التنمية الاقتصادية، ماجستير الخدمة الاجتماعية، وعدد من التخصصات الأخرى. نحن هنا الطلاب السودانيين في معهد الدوحة قررنا إنه نعمل جلسة راتبة للطلاب الخريجين عشان يورونا نتائج أبحاثهم اللي عملت اللي هو طروحات الماجستير، علما بأن درجة الماجستير لمدة سنتين، السنة الأولى كورسز والسنة الثانية تأخذ بعض الكورسز وتنجز فيها يا إما طروحة أو كابستون اللي هو بحث يعني طروحة مسقطة. اليوم عندنا عدد 5 أوراق سوف تقدم انطباعا إن شاء الله. وقبل أن نبدأ في تقديم هذه الأوراق، نحن الجلسة دي أصلا منعقدة بالتعاون مع مؤسسة الباحثين السودانيين اللي هو الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك، وبرعاية كريمة من الدكتور أنور دفعلا، وهو عنده دور كبير في إنشاء هذه المبادرة من مدة. فنحن برضه نقدر نستضيفه معانا، يدينا كلمة 5 دقائق ينورنا فيها عن الواقع بشكل عام وعن آفاق التعاون المستقبلي بين المؤسسات البحثية على مستوى العالم الموجودين فيها الطلاب السودانيين وبين مجموعة الباحثين السودانيين، وذلك لأجل استشراف مشروع مستقبل أفضل للسودان. فلتفضل الدكتور أنور دفعلا مشكورا. شكرا جزيلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. الواحد سعيد جدا بانه يكون معكم هنا في واحده من المؤسسات يعني ذات الاشراف المعرفي والبحثي، معهد الدوحه للدراسات العليا ومركز الابحاث العربي. الحقيقه الشباب الخريجين السنه دي من معهد الدوحه يعني عندهم مطروحات ممتازه جدا جدا، الواحد يعني سمع بعض الموضوعات بتاعتها. ونحن في مجموعه الباحثين السودانيين همنا الاول اللي هو نعمل انشاء فهرس للباحثين السودانيين والبحوث بتاعهم، بحيث انه لو في اي واحد عمل وصل لنتيجه الباقيين يبنوا على النتيجه بتاعته ويتواصل، لانه نحن مؤمنين تماما بانه المشكله وحل المشكله دائما بيكون عند الشخص. يعني انت ما بتحتاج انك تمشي تبحث عن حلول خارج الاطار بتاعك، لانك انت الاعرف والادرى بالمشاكل بتاعتك وبتقدر توصل للحلول بتاعتك. مبادرة الباحثين السودانيين اللي هي الان مؤسسة الباحثين السودانيين، مجموعه على الفيسبوك، مجموعه هي يعتبر يعني ثينك تانك على الانترنت. بدينا في 2009 بعدد اقل من 40 شخص، والان احنا في 2018 بنتكلم على قرابه 380 الف عضو على مجموعة الفيسبوك وموقع الانترنت وسيمينارات متواصلة بصورة مستمرة بهاشتاجين أصبحوا معروفين جدا على الانترنت، السوداني تحديدا اللي هو هاشتاج SRF_webinar هاشتاج SRI_webinar. في السلسلة بتاع السيمينارات دي بنحث الأعضاء بتوعنا بأنهم يقدموا البحوث بتاعتهم على اساس انه يوصلوا، لانه المساله بتاعت ايصال العلوم والترويج للعلوم ساينس كوميونيكيشن مساله مهمه جدا جدا. يعني ما ممكن تكون تخرجتها بامتياز في مدرسه ولا في جامعه، لكن ايصالك للمعلومه دي انك تتخرجت بالموضوع الفلاني ده هو اللي ممكن يدفع العلم والبحث العلمي الى الامام. فده بحيث الاعضاء بتوعنا انه يقدموا في سيمينار الباحثين السودانيين، ودي فرصه كانت كويسه جدا انه نلقى مجموعه بتاع الشباب. أنا لأول مرة ألقى العدد ده من الشباب السودانيين في الدراسات العليا تحديدا متخرجين من مؤسسة واحدة، وشفتها فرصة كويسة إن نقترح عليهم إنه يقدموا بشكل مختصر الأطروحات بتاعتهم توصلوا لها، وبالتالي ممكن يفتحوا آفاق جديدة للتعاون البحثي ما بين المؤسسة بتاعتهم تخرجوا منها والمؤسسات اللي أصلا جو منها في السودان والمؤسسات اللي ممكن يكون ماشيين لها، بالإضافة للمؤسسات الموجودين فيها الأعضاء الثانيين. فالشبكة دي الشبكة بتاعت البحث العلمي دي واحدة من الحاجات اللي برضه بنحاول نروج لها عبر مؤسسة الباحثين السودانيين.
احنا عندنا عدد من المجموعات المتخصصه من ضمنها مجموعه انشئت من 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 المعهد ده اللي هي مجموعه الدراسات الانسانيه والاجتماعيه، ويشرف على زاكي وعمران ومهند وعدد من الشباب المتطوعين مشكورين يعني. ونتمنى ان شاء الله الناس يعني تكون متعاونه على اساس ان مستقبل بلدنا احنا لو بيجي عبر العلم والبحث العلمي بنصل لافاق ارحب، افاق احنا كلنا عاوزينها على اساس انه مستقبلنا يكون افضل واشرف باذن الله. وشكرا جزيلا على الفرصه، شكرا جزيلا على التنظيم بتاعكم، وشكرا جزيلا على الفرصه ان نستمع ونتعلم منه. شكرا دكتور انور عبد الرحمن احمد ابو الله. بنبدا جلستنا. الورقه الاولى سوف تقدم الان وقدمها محمد عبد الحي يحيى عيسى. تخرج محمد عيسى في جامعه الخرطوم كليه الدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه باسم الاقتصاد الرئاسي والاحصاء الاجتماعي وبكالوريوس الشرف، ومن ثم تابع دراسته في معهد الدوحه للدراسات العليا في برنامج اقتصاديات التنميه. تخرج في هذا العام. اهتماماته البحثيه تتركز في البوليتيكال ايكونومي اللي هو الاقتصاد السياسي، التنميه الاقتصاديه وعدم المساواه، ولديه عدد من المقالات المنشوره وعدد من المشاريع البحثيه التي يعمل فيها الان. تتناول طروحته او بحثه محددات التحصيل الأكاديمي في معهد الدوحة للدراسات العليا، وبحيث يجاب على السؤال الأساسي: ما هي الأسباب التي تجعل الطالب يحرز درجات العليا أو أغلى العينة بتاعته في معهد الدوحة للدراسات العليا؟ فلتفضل الأستاذ محمد عبد الحي. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. حضور الكريم، رمضان مبارك. مشاهدين في جروب الباحثين السودانيين، رمضان مبارك. سعيدين جدا انه تكون في لما بيناتنا يعني عشان نناقش موضوعاتنا البحثيه، ونتمنى انها ما تكون اول ولا اخر جلسه بحثيه، خصوصا انه كثير من الدراسات اثبتت ووصلت مؤخرا لانه البحث العلمي هو يعني الوسيله الضروريه ل تنمية البلدان. كما أشار زميلي أستاذ الزاكي مشكورا أن عنوان بحثنا هو محددات التحصيل الأكاديمي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، حيث انطلقنا من سؤال بحثي يتناول أو ينص على: ما هي أسباب التباين أو الاختلاف في التحصيل الأكاديمي بين طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا؟ والحضور الكريم، يعني إذا لاحظتم في معهد الدوحة للدراسات العليا هنالك تنوع كبير، حيث أن المعهد هو يستقطب طلابا من مختلف البلدان العربية وبعض البلدان الآسيوية وبعض البلدان الأوروبية، وبالتالي لدينا خلفيات تعليمية مختلفة أو متباينة بين الطلاب، خلفيات ثقافية مختلفة، و خصائص فردية تختلف من طالب إلى آخر. وبناء على هذا الاختلاف، وبافتراض أن هنالك تباين في تحصيل الطلبة الأكاديمي، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد ما هي أهم العوامل التي تؤثر على تحصيل الطلبة الأكاديمي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك عن طريق عينة تم أخذها من معهد الدوحة للدراسات العليا لمجموعة من الطلاب، معتمدين في ذلك على أسلوب المعاينة الطبقية، وندعي أن هذه العينة هي عينة ممثلة للمجتمع. ونقصد بالتحصيل الأكاديمي في هذا البحث هو تحصيل الطلاب الأكاديمي الذي يتراوح ما بين 0 إلى 4، ليشير إلى حالات النجاح المختلفة. فعندما يكون تحصيل الطالب الأكاديمي ما بين 3.75 إلى 4، تشير هذه الحالة إلى أن الطالب قد حصل تحصيلاً أكاديمياً ممتازاً، وإذا كانت الدرجة أقل من ذلك إلى 3.5 تشير إلى أن الطالب حصل تحصيلاً أكاديمياً مقدر بجيد جداً ثم جيد ثم مقبول. وفي ظل هذا التنوع سوف نهدف أو سوف نقوم بالتحقق من أهم العوامل التي تؤثر على تحصيل الطلبة الأكاديمي. الأهمية
الخاصة بهذا البحث أن هذا المعهد يقدم منحة دراسية لمجموعة من الطلاب وفقا لمعايير مختلفة، وبناء على هذه المعايير ستقوم هذه الدراسة بالتحقق من هذه المعايير. كمثال، المعهد يضع شرطا للاستيفاء أو يضع شرطا للاستيفاء اللغة الإنجليزية، بمعنى أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الطفل أو الآيلتس لكي يستمر في المعهد. ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية، من خلال هذه الدراسة يمكننا التحقق من مدى صلاحية هذه الشروط، وهل هي توافق معايير المعهد، وهل هي تمثل عائقا في أن يحصل الطلاب تحصيلا أكاديميا يستوفي شروط معهد الدوحة للدراسات العليا. أيضا أنا طالب اقتصاديات تنمية، هذا البحث له فائدة اقتصادية باعتبار العلاقة ما بين التعليم والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي، وذلك باعتبار أن التحصيل الأكاديمي هو الوسيلة اللازمة لقياس تحصيل الطلب الأكاديمي اللازم لقياس درجة كفاءة الطلاب اللازمة للبحث العلمي والتطوير، الذي أثبتت الدراسات المختلفة أنه عنصر أساسي ومحرك أساسي في عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. أيضا الطلبة يمكن أن يستفيدوا من هذا البحث إذا أرادوا أن يحسنوا من تحصيلهم الأكاديمي. بما أننا محكومون بوقت معين، النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها من هذا البحث أن الخلفية التعليمية للطالب، ونقصد هنا بالخلفية التعليمية تقدير الطالب الأكاديمي في مرحلة البكالوريوس، دراسة نفس التخصص بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير، واستيفاء شروط اللغة الإنجليزية وغيرها من المعايير، إضافة إلى القدرة على التكيف في مجتمع المعهد، وهي القدرة على الاندماج مع ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة، إضافة إلى الأداء الذاتي للطلاب، نسبة حضور المحاضرات، ساعات الدراسة الأسبوعية وغيرها من المتغيرات، لها أثر معنوي على تحصيل الطلبة الأكاديمي. منهجيا استخدمنا ما يعرف بنموذج الانحدار اللوجستي Binary Logistic Regression، وهو يستخدم هذا النموذج لتكميم أثر المتغيرات التي رصفنا أن لديها تأثير على تحصيل الطلبة الأكاديمي. وأهم النتائج التي توصلنا إليها أن 73.3% من التباينات بين أو في تحصيل الطلبة الأكاديمي بمعهد الدوحة للدراسات العليا راجعة للتباينات الموجودة في الخلفية التعليمية، القدرة على التكيف في مجتمع المعهد والرضا عن بيئته، والأداء الذاتي لطلبة معهد الدوحة للدراسات العليا. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعني لأن البحث فيه عديد من النتائج، التحصيل الأكاديمي الممتاز في مرحلة البكالوريوس ودراسة نفس التخصص بين مرحلتي الماجستير والبكالوريوس يزيدان من احتمالية أن يحصل الطلبة تحصيلا أكاديميا ممتازا بمرحلة الدوحة للدراسات العليا بما يعادل 35% و77.5%. إذن هذا البحث هو بحث كمي يستخدم اختبارات إحصائية مثل أنوفا، كاي سكوير وأشكال بيانية، يحدد من خلالها أهم العوامل التي تؤثر أو تحدد تحصيل الطلبة الأكاديمي، ويذهب خطوة أخرى في تكميم هذا الأثر. من خلال تكميم هذا الأثر يعني تستطيع لجان القبول بمعهد الدوحة للدراسات العليا في أن ترتب أولوياتها المختلفة. هذا الشكل البياني يوضح متوسط تحصيل الطلبة الأكاديمي بناء على الجنسية، فنلاحظ أن موريتانيا في المقدمة بمتوسط تحصيل 4 وتتلوها مصر، وهكذا تباين بين الدول العربية. ولكن هذا الرسم أو الشكل البياني هو شكل مضلل نظرا لعدم كفاية التمثيل النسبي داخل الدول، حيث أنه لدينا طالب واحد مثلا موريتاني، وهذا الطالب تحصيله الأكاديمي بمعهد الدوحة للدراسات العليا مقدر بعمر. ولذلك احتجنا إلى مجموعة مقارنة، حيث قسمنا الطلبة إلى مجموعتين، طلاب دارسين مرحلة البكالوريوس في دول أفريقية، وآخرين دارسين في مرحلة البكالوريوس في دول آسيوية وأوروبية. نلاحظ أن دراسة مرحلة البكالوريوس في دولة أفريقية متوسط تحصيلهم الأكاديمي 3.73 اللي هو يعني من 4،
مقارنة بالدول الأخرى، وهنا الدول الأفريقية نقصد بها مصر، السودان، الجزائر، تونس وغيرها من الدول. أيضا بما حدثت في الدراسات العليا ثلاث كليات، نلاحظ أن مركز دراسات النظام والعمل الإنساني الأعلى تحصيلا أكاديميا بمعدل 3.94، ولكن في النموذج القياسي الذي يحدد الأثر الكمي لم نجد اختلافات بين الكليات أو بين الطلبة بناء على انتمائهم لكلية معينة. هذه الرسمة تعتبر من أهم الرسمات أو الأشكال البيانية، حيث نلاحظ أن متوسط تحصيل الطلبة الدارسين نفس التخصص بين مرحلة البكالوريوس والماجستير. بمعنى أنا دارس اقتصاد في بكالوريوس وأتيت إلى مرحلة دوحة الدراسات العليا ودرست اقتصاد أيضا، هذا يزيد أو يحسن من فرص أن أحصل تحصيلا أكاديميا عاليا. نلاحظ أن الطلبة الدارسين نفس التخصص بين مرحلتين البكالوريوس والماجستير متوسط تحصيلهم الأكاديمي 3.80، بينما الآخرين الدارسين تخصص مختلف متوسط تحصيلهم 3.52. ولا يفوتنا أن نذكر أن محل دوحة الدراسات العليا ينتهي سياسة عبور التخصصات، ولكن وفقا للدكتور عزم المشارة في مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب قال إنه هذا العبور يجب أن يكون بعد فهم عميق للتخصص. وبناء على هذه النتائج أعطينا بعض التوصيات للجان القبول فيما يخص هذه النتيجة، أن يضعوا معايير يقدروا أن يقيسوا عن طريقها مدى فهم الطالب للتخصص المراد عبوره. هناك كثير من النتائج، ولكن أنا أريد أن ألتزم بالزمن خصوصا أن تبقى لي دقيقة. هذا ما يسمى بملخص سياسة أو توصيات أو التأثير الخاص بالدراسة التي قمنا بها. أولا التوصيات هي كانت على ثلاث جهات. الجهة الأولى إدارة الفعالية المؤسسية بمحل دوحة الدراسات العليا. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي وذلك عن طريق استبيان. هذا الاستبيان طلبنا من إدارة الفعالية المؤسسية أن تقوم بتوزيعه على الطلاب الخريجين، بالتالي يكون لدينا قاعدة بيانات ضخمة، خصوصا أننا يعني في المنهج الكمي أو في البحوث الاقتصادية نفتقد للبيانات بشكل عام، وأنا أفتكر إنه دي من أهم القيم المضافة لهذه الدراسة. أيضا لجان القبول، مثلا من إحدى النتائج التي توصلنا إليها أن شرط اللغة الإنجليزية لا يساهم في أن يحصل الطالب تحصيلا أكاديميا أعلى، وبالتالي أعطينا توصية إنه على المحل أن لا يتشدد في شرط اللغة الإنجليزية، خصوصا إذا كان الطالب محصل تحصيل أكاديمي ممتاز في مرحلة البكالوريوس ودارس نفس التخصص بين مرحلة البكالوريوس وفي مرحلة الدوحة للدراسات العليا. أيضا توصية أخيرة فيما يخص شؤون الطلاب هي توصية عامة، ولكن خصصناها وفصلناها في خطابنا لهم. تحدثنا عن أن القدرة على التكيف في مرحلة الدوحة للدراسات العليا، وهذه تم قياسها وفقا لدراسات علم النفس، خصوصا علم النفس الخاص بالطلاب. أعطيناه مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها أن يزيدوا قدرة الطلبة على الاندماج في مرحلة دوحة الدراسات العليا، مما ينعكس إيجابا على تحصيلهم الأكاديمي. شكرا جزيلا لكم، وإذا فهمي أجل. شكرا للأستاذ محمد الحي على العيزة. إن شاء الله هنبدأ ورقة ثانية وبعد ذلك نفتح النقاش لورقة ثانية، لكن قبل ما نتجاوز ورقة محمد عبد الحي في نقطة مهمة، إنه في السودان إحنا كيف نقدر نستفيد من بحث زي ده؟ أول حاجة عندنا الريبليكيشن في الدراسات البحثية وفي البحث العلمي. ورقة زي ده أنا أفتكر إنه الديزاين بتاع العينة وطريقة التحليل اللي هو الميثودولوجي اللي هو الانحدار اللوجستي، ممكن الجامعات السودانية أقسام الجودة تستفيد من نتائج هذا البحث على أساس إنه تقدر تطور الأداء الأكاديمي للطلاب عبر معرفة ما هي الأسباب اللي بتخلي الطالب more likely إنه هو يحصل على درجات عالية، وما هي المعوقات اللي بتخلي الطالب إنه يجيب درجات متدنية. لأنه مثلا أفتكر إنه هو مثلا التحصيل الأكاديمي، ودي واحدة من الحاجات الأساسية
في العملية التعليمية وفي الجامعات وهكذا. دي نقطة مهمة. طيب بنمشي للجلسة الثانية. الجلسة الثانية اللي هو في النظرية الاقتصادية حنتناقش فيها عن الصادرات الزراعية في دول الكوميسا. احنا عارفين دول الكوميسا اللي هو السوق الحرة للجنوب وشرق افريقيا، وطبعا السودان احنا زي ما عارفين عضو فيها. قبل ما نمشي للبحث في دقيقة واحدة عاوزين ندي خلفية بسيطة عن القطاع الزراعي. زي ما احنا عارفين في اول ميزانية بتاع 1956 القطاع الزراعي في السودان كان بشكل 60% من اجمالي الناتج المحلي في السودان. النسبة دي عبر الزمن تقلصت لانه ظهر قطاع قطاع خدمي موسع وكذلك قطاع صناعي، لكن ما زال القطاع الزراعي يساهم ما بين 40 الى 50% في السودان. وعارفين انه قبل 1999 قبل تصدير البترول الصادرات الزراعيه كانت بشكل اكثر من 90% من اجمالي الصادرات. بعد داخل البترول هو بقى في المرتبه الاولى. فالقطاع الزراعي هو مصدر مهم جدا جدا للعملات الصعبه وللعماله وللنمو الاقتصادي في افريقيا. عشان كده جاءت دراسة الأستاذ أحمد المنتبس الخاتم عبد المحجوب وهو مساعد تدريس بجامعة الخرطوم كل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية قسم الاقتصاد، والآن خلص ماجستير الاقتصاديات التنمية مع الدورة الدراسات العليا، وبتتركز اهتماماته البحثية في التجارة الدولية اللي هو التدفقات التجارية بين الدول، قضايا الاقتصاد السياسي والمؤسسي وكذلك الاقتصاد الكلي. فليتفضل الأستاذ أحمد المنتبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. صراحة فرصة جميلة جدا والمبادرة أكثر من رائعة، يعني تدينا القدرة على الارتكاب مع باحثين سودانيين في مختلف بقاع الأرض تقريبا. فكرة رائعة صراحة، أنا معجب جدا بالفكرة بتاعت الجروب، معجب جدا بالفعاليات المتنظمة اتباعا يعني وفقا للحاجة. الدراسة بتاعتي تتناول أول سؤال البحث بسيط جدا، هل الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي بيأثر على الصادرات الزراعية ولا لا؟ حقيقة شكل السؤال البحثي وأتوقع شكل الناس المتابعين إنه ما في قدر من التخصصية دعتني لأنه نعمل مقدمة ضرورية كمدخل للموضوع. يعني بداية النقطة الأولى اللي حابة أتكلم فيها هي خطورة السياسة الاقتصادية نفسها. تقريبا زي ما ملاحظين الازمات الاقتصاديه المتلاحقه من الثلاثينات لاحقا من الازمه الاسيويه في الثمانينات الازمه بتاعت 2008 هي ليست يعني هي ما حدث تغيير صغير، يعني هي احداث كبيره ارتبطت بها ارواح العديد من الناس. لذلك الان لو لاحظنا في السودان يعني واحده من الامثله انه الدعم او لا خلق ازمه كبيره جدا جدا، يعني هل ندعم الوقود مثلا او لا هو خالق ازمه حقيقيه الان في السودان ارتبطت بها تقريبا، يعني الناس ما لاقيه دعم حتى ولا لا هو سؤال مهم خصوصا لخطوره المساله المتعلقه بالسياسه الاقتصاديه. السياسه الاقتصاديه خطره جدا جدا. الحاجه دي دعت الاقتصاديين، يعني زمان شكل الكلام في الاقتصاد هو مجرد مقالات الناس بتناقش فيها القضايا الاقتصاديه، هل نحن ندعم ولا لا ربما تكون مرتبطه بمقال حتى. دعت الخطورة بتاعت المتغيرات الاقتصادية دي دعت لأنه نحن نطور آلية أو منهجية لقياس هذه المتغيرات، بمعنى إنه الحكاية تكون كمية، مثلا تبقى مثلا كمية إنه الدعم ذاته هل ندعم ولا لا؟ ندعم بكم بالتحديد؟ تمام؟ ندعم بكم بالتحديد؟ أوكي خلاص. ندعم بكم بالتحديد دي وفقا لمنهجيه قياسيه اللي هو تم تربيط ثلاثه علوم رئيسيه بالتحديد، علم الرياضيات، علم الاقتصاد، علم الاحصاء، وصلنا ما يسمى بالاقتصاد القياسي اللي هو محمد تقريبا داهم مدخل عنه لانه البحث كان مرتبط به. فالاقتصاد القياسي او علم الاقتصاد القياسي هو بيتيح لنا قدره افضل لقياس هذه المغيرات باعتبار انه نحن بنقدر نبني سياسه وفقا لمعطيات موجوده قدامنا وارقام، يعني مثلا زي ما نقول الارقام. بالنسبه للجدليه بتاعت الدعم او عدم الدعم هي كان جدليه قديمه بالنسبه للجدليه بتاعت الدعم او عدم الدعم هي جدليه قديمه لانه هل نترك السوق يعمل بشكل حر باعتبار انه بيرتبط به الكفاءه ومساله الكفاءه، يعني مساله تكون عرض وطلب زي اللي بيحصل عندنا مثلا في السودان، هل نترك مثلا
السوق بتاعت الدولار لآلية العرض والطلب، أما الدولة تتدخل في سياسات معينة تحدد تدعم مثلا وغير من الحاجات، يعني الدولة تتحكم في كده. فهو ديبيت قديم جدا بتاع إنه هل الدولة تدعم ولا لا. البحث بيتناوله في سياق معين، إنه هل الدعم الحكومي اللي بنقدمه للقطاع الزراعي هل هو حقيقة بيساهم في تحسين الصادرات الزراعية ولا لا؟ وأعتقد إنه السودان عانى من المسألة دي كثير كثير جدا، باعتبار إنه إحنا بنصنف على أساس الاقتصاد الزراعي، باعتبار إنه عندنا الموارد اللي تمكننا إنه نصدر، بالإضافة لكده عندنا أزمة حقيقية في النقد الأجنبي. وبالتالي دي كلها أسباب خلت الواحد إنه يناقش القضية دي بالتحديد، إنه الفوكس بتاع البحث يكون في المسألة بتاعت الزراعة بالتحديد والصادرات الزراعية بالتحديد، باعتبار المسألة بتاعت النقد الأجنبي لأنه هي اللي بتدينا القدرة عليه، على إنه نحنا لما نصدر تدينا القدرة على إنه نحنا نتحصل على موارد بتاعت نقد أجنبي، وبالتالي القدرة على الاستيراد نفسه. طيب ليه السؤال البحثي؟ أولاً الزراعة هي باعتبار شرط أو نشاط رئيسي سابق لعملية التصنيع. كثير من الاقتصاديين كانوا بيفتكروا إنه الزراعة هي النشاط الوحيد اللي بيخلق قيمة مضافة حقيقية، باعتبار إنه الصناعة هي عملية تحويلية، يعني مواد خام بيتحصل لها عملية معينة بتحول لنفس المواد الخام بطريقة أخرى. كثير من الاقتصاديين من زمن ريكارد كان بيعتبروا إنه الزراعة هي شرط رئيسي وسابق لعملية التصنيع، بالتالي أي دولة لا بد إنها تمر في المسار ده، المسار بتاع الزراعة، أو إنها تزرع لاحقا تبدأ عملية التصنيع. بالنسبة للدول الموضع الدراسة اللي هي الدول بتاعت الكوميسا، فبتلعب الزراعة أو القطاع الزراعي إلى الآن الدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي الموجود بها، وإلى الآن بتشكل صادراتهم الزراعية نسبة مقدرة يعني من النشاط الاقتصادي أو من مال الصادرات بشكل عام. بالنسبة للكوميسا هي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، هي الدول اللي وقعت بيانات الاتفاقية بتاع التعاون التجاري تقريبا أنشأت سنة 94، بيحلموا إنه يكون في بياناتهم بنك مركزي واحد وعملة موحدة. الآن القيود الجمركية بياناتهم ما موجودة، باعتبار إنه تشجع عملية التجارة بياناتهم للمنافع المعروفة من عملية التجارة. بالنسبة للاختيار بتاع الفترة الزمنية والدول موضع الدراسة كان متوفر بشكل رئيسي بالتوفر بتاع البيانات، أو كان مرتبط بشكل رئيسي بتوفر البيانات. ما لقيت صراحة غير لتسع دول حتم ذكرهم لاحقا. الإضافة برضو أنا بفتكر في الدراسة دي اللي هي مقصد الدراسات التجريبية، يعني أنا أعتقد أنا بفتش في الليتريتشر ريفيو كل الدراسات عن الصادرات الزراعية هي كان مايكرو ليفل أو مستوى متعلق بشركات، شركات بتتاجر مع بعض، الشركات في الدولة ألف بتتاجر مع الشركات في الدولة ب، فبسيطة جدا هي الدراسات أو ما موجودة على الأقل خلينا نقول التجريبية في السياق الكلي، إنه هل الصادرات بيانات كلية لدول؟ فأنا صراحة ما لقيت دراسات، ولو في واحد يعني يمكن من جروب حتى لقى دراسات عن الموضوع ده يا ريت يراسلنا يعني. طيب بالنسبة لأهم النتائج، يمكن هي ما مستغربة يعني إنه فيها علاقة معنوية وحقيقية بين الدعم الحكومي اللي بتوجه الحكومات للقطاع الزراعي والصادرات الزراعية، زيادة في 1 بليون في الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بيزيد من الصادرات الزراعية ب 1.8%، دي أهم المخرجات بتاعت الدراسة. طيب بالنسبة للبيانات كمتغيرات رئيسية، كمتغير نائب عن الصادرات الزراعية نفسها، أخذت صادرات المواد الخام الأولية كنسبة من إجمالي الصادرات اللي هي بيشمل المواد الخام الزراعية، قسم 2 من التصنيف بتاع الأمم المتحدة، بيشمل 97 نوع من أنواع المواد الخام الزراعية باستثناء الوقود، المعادن، الفحم، النفط، الأحجار الكريمة، الخامات المعدنية والفردة، المصدر بتاع الكلام هو الورد بانك. بالنسبة للإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي بيشمل كل المبالغ اللي بتخصصها الحكومات لدعم القطاع الزراعي أيا كان شكله شنو، بتصرف في الموازنة العامة باختلاف التصنيفات بتاعت الدول نفسها، يعني في اختلاف بسيط جدا في التصنيفات بتاعت الدول يمكن دقيقة يعني لا يكاد يذكر، لكن نحن بنتعامل مع حاجات رسمية يعني أوراق رسمية، فبالتالي كل حاجة بتصرف في الموازنة ده التعريف بتاع الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، كل حاجة بتقول الدولة إنه أنا أنفقت على القطاع الزراعي ده تعريفي أنا للقطاع الزراعي.
أو الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي. بالنسبة للكنترول فاريبلز الأجريكلتشرال لاندز، لو في حاجة حسيتوا إنه بعيدة شوية كلموني وقفوني، باعتبار إنه ربما نكون ما من نفس التخصص كلنا يعني. ففي حاجات أنا متأكد إنه في حاجات بتكون في تساؤلات عن ده شنو كده. بالنسبة للكنترول فاريبلز اللي هو نصيب مساحة الأرض الصالحة للزراعة اللي هي الأجريكلتشرال لاندز والرعي من إجمالي الأراضي، بالنسبة لأخذت الرورال بوبوليشن أو السكان بتاعنا القرى، باعتبار إنهم بيرتبطوا بشكل رئيسي بالقطاع الزراعي اللي هم الأشخاص اللي بيعيشوا في المناطق الريفية على النحو اللي بتحدده الإحصائيات الرسمية. بالنسبة للريل أو الريل إفكتيف إكستشينج ريت هو متوسط مرجح لسعر عملة الدولة مقارنة بسلة من عملات الشركاء التجاريين بتاعنا، يعني هو مش السعر الصرف اللي بنسمع له في العادة الإسمي في العادة، هو بمتوسط مرجح للشركاء التجاريين بتاعنا، بيعكس قدرتي أنا التنافسية مع الشركاء التجاريين بتاعنا. فده الريل. بعد ذاك أخذنا الجي دي بي بير كابيتا ككنترول فاريبل. الدول موضع الدراسة هي الدول التسعة دي اللي هي بوروندي، إيجيبت، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، رواندا، السودان، زامبيا. وزي ما قلنا هي الدول دي مرتبطة بشكل رئيسي بتوفر البيانات. الفترة بتاعت الدراسة من سنة 80 ل 2012. دي ديسكريبتيف ستاتستكس، أعتقد ما عندي شكل عام كيف البيانات يعني المتوسط بتاع شنو الستاندرد ديفيشن، عدد المشاهدات نفسه وكده. طيب دي الصادرات الزراعيه للدول المذكوره هنا، يمكن نلاحظ شوف السودان بالتحديد الصادرات الزراعيه عامله كيف متنازله هنا بالتحديد من هنا من النفط جت قصه النفط دي خلاص إلى الآن إلى 2012 الفترة بتاعت نهاية الدراسة. طيب بس من ناحية بتاعت أرقام. هل في سنة 1980 لو كان دول صادرات الزراعية مليار دولار، هل في 2010 كانت أقل من مليار دولار بالنسبة لحجم الاقتصاد الكلي؟ أقل من مليار دولار. أقل من مليون دولار. أوكي. القصة الأرقام دي حقيقية لأنه مثبتة يعني. قصة التضخم دي ما معانا ده كلامي يعني نحن مثبتين تأثير التضخم على الرقم، بالتالي هذه الأرقام كلها حقيقية. من الفترة دي تقريبا دي الملاحظ إنه السودان كان صادراته زراعية عالية، ونحن عارفين بشكل نشاط الاقتصادي في السودان في الوقت ده كان يعتمد بشكل رئيسي على القطاع الزراعي لاحقا وبالتحديد في الفترة دي لاحظتوا قبل 2000 شوية خلاص القصة دي بقت ما موجودة، إنه صادراتنا الزراعية انخفضت بشكل كبير من إجمال الصادرات. تمام؟ طيب في ملاحظة تانية في الرسوم البيانية برضو إنه ما في زور طالع اللي فوق على 2010 الناس يقول لك هيما واصل من السنة الجميع نازلين هاي. وصراحة في اتجاه عالمي يعني نحو التصنيع، الناس بيتكلم عن إنه الزراعة بقت بالبلدي ما بتجيب حقها يعني. الزراعة أنت بتزرع والبروسيس بتاعها طويلة وموسمية ومتغيرات مرتبطة بالصفة يعني ممكن ربما مرتبطة بالأمطار حتى، والبروسيس الطويلة دي ما بتجيب لك بروز زي الناس، بتجيب لك نقد دائم زي الناس، في حين إنه عملية بسيطة بتاع التحويل يعني تستورد من دولة تانية تحولها بشكل بسيط تصدرها ممكن تجيب لك بروز أكتر يعني. ف دي الحجة الرئيسية ضد النشاط الزراعي. أنا بتذكر دكتور عبد الرؤوف الفني كان بيتكلم عن مشروع الجزيرة إنه بيتصرف عليه 250 مليون دولار وبيجيب 260 مليون دولار. ايوه. لكن الجانب الاجتماعي بتاعه بتاع انه في نسبه بتاع البطاله مقدره بتكون شغاله وفي حياه كامله حول المشروع وكذا. نحن في الاقتصاد بنقول انه اي مشروع بيجيب راس ماله يعني 250 كم دولار مليون دولار مليون دولار، اذا جاب 250 مليون دولار دي بنسميها ارباح اعتياديه باعتبار انه ارباح زيرو اي نعم، لكن مرتبطه بها توفر بتاع فرص عمل، خلق نشاط اقتصادي ربما تقوم على اساسه مشاريع ثانيه. فدي الفكره بشكل رئيسي انه في العاده في الاقتصاد يقول لك ده مشروع بيحقق ارباح اعتياديه لانه بوظف ناس حقيقه ده هو بوظف ناس يعني. ارباح غير اعتياديه دي بعدها ارباح كبيره يعني. بغض النظر عن الخوف في التفاصيل بتاعت المشروع عشان امشي سريع انا ما اعرف الزمن كم تقدر شنو، لكن ده النموذج القياسي ان احنا
طيب انا حاسرق منكم زوج. بالنسبه للنموذج القياسي الفكره بتاعته انه نحن بنشوف التطور بتاع المتغير بتاعنا، بنشوف التطور بتاع الصادرات الزراعيه من سنه 80 ل 2012 والدعم الحكومي نفسه من سنه 80 ل 2012 عفوا، وبنشوف هل الدعم الحكومي تاريخيا ساهم في انه يأثر في الصادرات الزراعيه ولا لا. باختصار شديد يعني وفقا للحاجه دي اذا كان ساهم ساهم بقدر شنو، ومنها وفقا للفكره بتاعت المتوسطات نحن بنتنبأ بالحاصل اللي قدام شنو. دي الفكره بكل اختصار بتاعت الجوطه دي كلها، انه بنشوفها تاريخيا كان علاقتهم بقدر شنو مع بعض، وفقا للمتوسط بتاع تأثيرنا بنشوف لقدام ممكن يأثر فيهم شنو اذا استمر الوضع بنفس الظروف الزمن، اذا ثبتنا نفس المغيرات الثانيه اللي بتاثر عليه واستمر الوضع بنفس الظروف بنقدر من خلال الفكره دي نتنبأ باللي حيحصل لقدام شو. طيب ده النموذج، انا اخذت الصادرات الزراعيه في نفس السنه. الانفاق الحكومي في جدليه بتقول انه بتاثر على الصادرات الزراعيه بياخذ فتره زمنيه، يعني انا لما انفق على قطاع الزراعي التاثير بيكون ما في نفس السنه، في السنه القادمه باعتبار انه هو نشاط موسمي مرتبط به مرتبط بالفترة بتاع موسم واحد اللي هو في العادة بيتأخد سنة. ففي الليتريتش أخذوا القطاع الإنفاق الحكومي لاجون والصادرات الزراعية في السنة الجاية. بالتالي دي الفكرة الرئيسية. XIT هو فيكتور لكل المتغيرات اللي احنا ممكن تأثر لنا في المتغير التابع بتاعنا اللي هو الصادرات الزراعية. بالنسبة للجاما اي اللي هو بتديني كنتري دامس اللي هو دي كنتري فيكسد افكت، بمعنى اخر ان النموذج ده بياخد لي اعتبار للثقافه للمؤسسات للحاجات اللي بتخص الدول التسعه، انا تسع دول داخلين في النموذج ده، ففي خصائص بتخص الدول دي وما بتتغير عبر الزمن او على الاقل خلينا نقول بتتغير عبر في المدى الطويل يعني. فالنموذج بياخد لي اعتبار بيثبت الخصائص دي وبيديني التاثير الصافي للانفاق الحكومي على القطاع الزراعي، معنى انه ثقافة السودان بتختلف من ثقافة بورندي بتختلف من ثقافة ربما يكون عندها تأثير يعني الثقافة في ما يتعلق بطبيعة النشاط الزراعي نفسه. نحن مرتبط بطبيعة مثلا مؤسسات، خلينا نقول المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي في السودان بتختلف عن مؤسسات في مصر وبتختلف عن مؤسسات في دولة ثانية، بالتالي ممكن تخلق فرق حقيقي يعني. ففي النموذج هنا مثبتين التأثير بتاع المؤسسات اللي هو بالكنتري دمس اللي هو دي بتكنيك بيسموه تو وي فيكس ديفاي اللي هو بيثبت تأثير الدول نفسها خصائص الفردية غير عبر الزمن. عندك الكلام اوكي طيب دي برضو مسألة اعتقد متخصصة شوية اللي هو اكسبكتد امبيد فاريبل بايس اللي هو كنتيجة لتأثير عوامل الطقس، ونحن ما ضمناه بالنموذج. بياخذ داتا او مجموعه من البيانات من البنك الدولي لمعدلات هطول الامطار، لقينا انه لكل الدول السابقه ما عدا السودان انخفضت من 1712 ملم تقريبا في العام 2011 الى 250 في العام 2012، معدلات هطول الامطار انخفضت شديد تقول مرتبطه بالجنوب يعني غضب تمام. الاكسبكتد ليفر ريفرس كوزاليتي اللي هو انه تقديم الدعم مرتبط بالشكل الحالي للسوق، لكن التايم لاج لما ندخله في النموذج في العاده بتحدد لي من المشكله. طيب دي اهم النتائج اللي وصلنا لها. النموذج او المتغير اللي احنا طالبينه هو فوق، لو لاحظتوا النجوم دي كل ما كثرت النجوم كل ما انت ماشي صح. فانه في تاثير حقيقي للدعم الحكومي اللي بتقدمه الحكومات للقطاع الزراعي. البوليس ريكومنديشن اللي ممكن انا اطلع من الورقه دي او البريقه دي انه هي مقيده بسؤال البحث، انا ما اقدر امشي قدير يعني. انه انا سالت هل الدعم الحكومي الموجه للقطاع الزراعي بياثر على الصادرات الزراعيه ولا لا، بالتالي البوليس ريكومنديشن اللي انا ممكن اقولها هي فقط في الحدود دي. بالتالي انا بقدر اقول انه نقدم الدعم للقطاع الزراعي اللي هو سواء كان دعم مدخلات سواء كان دعم اسعار او دعم نقدي او دعم عيني او غيره من دون الخوض في تفاصيل نوع الدعم، باعتبار انه تاريخيا الدعم قدم حقيقه للقطاع الزراعي او للصادرات الزراعيه. الان نقول وفقا للدراسه دي ادعم القطاع الزراعي بغض النظر عن شكل الدعم كيف. لاحقا كتوسيع للدراسه حاخوض ان شاء الله في تفاصيل متعلقه بنوع الدعم نفسه وشنو ممكن ياثر وشنو ما ممكن ياثر في القطاع او الصادرات الزراعيه. شكرا جزيلا.
طيب هلا نحاول نبدا الجلسه بعدها العام شويه حكايه خطوره السياسه الاقتصاديه. موضوع خطر جدا. لو تابعنا التاريخ العالمي خصوصا في القرن العشرين بنلقى انه في سنه 1929 لما اندلعت ازمه الكساد الكبير، ازمه معروفه يعني اقتصاديه، وبدات بانهيار وول ستريت وانهار معظم البنوك الاوروبيه والامريكيه. في الفتره دي كان الولايات المتحده الامريكيه رئيسها هيربرت هوفر. هيربرت هوفر ده لم يعاد انتخابه بسبب هذه الازمه، لانه كان حاول انه يعاد الميزانيه وما قدم الدعم للبنوك والمؤسسات الماليه اللي كانت بتنهار تحت وضع الكساد الكبير. ده واحد من نماذج خطوره السياسه الاقتصاديه. النموذج الثاني برضو عالم يتعلق بالازمه الماليه الاسيويه اللي اندلعت في سنه 1997، برضو عملت انهيار كبير جدا في اندونيسيا، وعداك انتقل لدول النمور الاسيويه ومنطقه اسيا العظيمه دي كلها بدات تنهار في الازمه دي، ودي خلقت برضو مشاكل سياسيه من ضمنها عائله سوهارتو والمشاكل اللي كنا بنسمعها في ذلك الزمان. عندنا في السودان برضو خطوره في السياسه الاقتصاديه. في 2013 لما متذكرين ازمه الوقود، لما رفع الدعم على الوقود قامت مظاهرات سبتمبر، الناس كلهم عارفينها يعني، ولما رفعوا الدعم على الخبز قامت المظاهرات، وما زالت برضه في محاولات مظاهرات كثيرة. فده البعد العام بتاع المسألة. فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أحمد المرتبة دراسته كانت بتتكلم عن اللي هو عن إغليم كان، عشان كده صعب كان تدسكرايب الحاجات دي بشكلها المفصل في الديون. دي واحدة من الحاجات. فعشان كده إن شاء الله إحنا بمستقبلا هنحاول نعمل درس خاصة عن القطاع الزراعي في السودان. انا عندي روحة بتاع الماجستير بتكلم عن القطاع الزراعي بس في السودان، والجزء الديسكريبتيف جاهز ان شاء الله، ان شاء الله بعد رمضان وان شاء الله قبل رمضان، اللي هو بحاول اجي اقدم فيه محاضره هتكون لمده ساعه كده، لانه فيه تفاصيل كثيره جدا عن القطاع الزراعي وشكل القطاع الزراعي في السودان عامل كيف ومكوناته ومستقبل القطاع الزراعي ان شاء الله. فدي كانت الجلسه الاولى المعلقه باقتصاديات التنميه. وقبل ما نمشي للقسم اللغات ان شاء الله، لازم نفتح الفرصه للشباب للنقاش وللاسئله ولارائهم ومقترحاتهم، حتى في انه كيف الشباب دي اللي طوروا ابحاثهم دي، وكيف ممكن البلد تقدر تستفيد من هكذا دراسات، سواء كان متعلقه بربع التحصيل الاكاديمي او سواء كان متعلقه بتنميه الصادرات الزراعيه. والفرصه معاهم. الروحة الأولى عن التحصيل أو الأكاديمي أو الدراسة العينة بالنسبة للطلاب هنا في المعهد، تعرف أن الدراسة احتملت على تحصيل الأكاديمي فقط ولا كانت مبنية على دراسات علم النفس مطبوعة بعلم النفس؟ الإجابة على السؤال بتهل ممكن أطلع سؤال ثاني أو لا؟ طيب أولاً الدراسة هي دراسة تعتمد على المنهج الكمي لدراسة خصائص طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا، ومعرفة ما هي العوامل أو ما هي مصادر الفوائد للتحصيل من الأكاديمي. الدراسة اعتمدت على مصادر معرفة مختلفة، منها مصادر اقتصادية، مصادر اجتماعية، سوسيولوجية، أنثروبولوجية، وحتى نفسية. خصوصاً إنه عندنا محور كامل في الدراسة بيقيس قدرة الطلبة ذوي الخلفيات التعليمية المختلفة والثقافية المختلفة على الاندماج والانتماء على الدوحة للدراسات العليا. ليه؟ لأنه أنت عندك مثلاً طالب أردني، عندك طالب مصري، عندك طالب سوداني، عندك طالب يمني، ففي تنوع. نحن عايزين نشوف تأثير التنوع على التحصيل الأكاديمي، ومدى قدرته على الاندماج، ومدى تأثيره على أداءه الزاد. الحاجة دي عندها أبعاد كثيرة جدا، يعني في دراسات بتاع علم النفس دخلت فيها، وفي مقياس اسمه لينر بتاع علم النفس، احنا زادوا استخدمناه مثلا عشان نقيس قدرة الطلاب على الاندماج وغيرها من الأشياء. إن شاء الله أكون مستعد. السؤال الثاني يتعلق كانت من مصدر تحصيل الطلاب يعتمد او مصدر العين الدراسه كان مهتم على شنو؟ على تحديد علم النفس، يعني كان عنده دور خلاف التحصيل الاكاديمي، كان علم النفس عنده دور كبير برضه في يعني دور لكن كبير، يعني لانه في جوانب كثيره للدراسه.
يعني جوانب كثيرة ما هو ما كان الاعتماد على الكورة إما النتيجة أو التحصيل الأكاديمي أو علم النفس فقط، كان برضو عنده أدوار هي الثقافة الاجتماعية، التعامل مع الناس. الخلفية دي لازم يتأثر فيها أشياء كثيرة، الوضع الاقتصادي في البلدان، المنهج التعليمي المستخدم، يعني عرفتها كلها عوامل مستقلة عن المعهد نفسه. فعشان كده هي بتخلي الدراسة فيها كوزالتي أو فيها سببية. طيب بالنسبة دي، طيب في الحالة دي معناها الطلاب هل بيكون مهارة التواصل في المحل مع المجتمع المحيط، مع نسبة التحصيل بتاعته هي أعلى من الناس زي ما بيقولوا شنو هو صح صح من طبيعة صح. النتيجة الرئيسية في المحور نتيجتين، النتيجة الأولى عدم شعور الطلبة في العزلة في المجتمع مع حدوث الدراسات العليا يزيد من احتمالية تحصيل أكاديمية ممتازة بما يعادل 13% وفقا لنتائج الانتدار الماجستير. عدم أو الاعتقاد في صعوبة تكوين صداقات مع ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة يقلل من احتمالية تحصيل الطلبة تحصيل الأكاديمية الممتازة بمحيطات الدراسات العليا بما يعادل 24%. نحن ضبطنا كل الأشياء بنسب عالية جدا. طبعاً ده طبعاً عكسي تماماً، أننا في السودان في الجامعة يعني زمان في جامعة الخرطوم الطالب اللي بيكون ما عنده علاقات اجتماعية بيكون إنه مور لايك لإنه يحقق درجات عالية. والشباب ده يعرف الكلام ده كويس يعني. يعني معناه هنا بالذات بالنسبة للعينة والدراسة الطلاب السودانيين كعينة كانت النسبة بتاعتهم يعني مثلاً بين 65 ل 65 معناها التحصيل الأكاديمي أو مثلا من خلال مثلا التعامل مع الناس، لأنه كان في رسم البيان تقريبا هي الدولة الخامسة ولا السادسة تمام من ناحية شنو التحصيل الأكاديمي. أوكي. في البداية كان بريطانيا أتذكر في بعض الدول كان السودان زي الخامسة ولا السادسة، معناها في بالنسبة للسودانيين فقط كانت شايفين إنه النتيجة بتاعتهم نسبة كم في المية من واحد لكم في المية. شكرا. طبعا هنا الإجابة هنا ما بتكون كافية، ليه؟ لأنه العينة هي ما بتدرس الطلاب السودانيين في محل الدوحي الدراسة، العينة بتدرس جميع الطلاب بما هو الطلبة في محل الدوحي الدراسة. لكن واحدة من التوصيات الرئيسية إحنا قلنا عندنا استبيان عن الدولة إدارة الفعالية المؤسسية، تمام؟ تخيل معي إنه كل سنة إدارة الفعالية المؤسسية في محل الدوحي الدراسة الرئيسية حتوزع الاستبيان على مجموعة الطلاب، كم سنة بخش كم طالب في محل الدوحة الدراسات العليا؟ افترض 10، بعد 5 سنين هيكون عندنا 50 طالب سوداني بياناتهم موجودة بنقدر ندرسها بالتفصيل. نعم. سو الدراسة دي عندها أثر حالي أثر مستقبلي، سؤالك ده يجب يكون بشكل مضبوط في الأثر المستقبلي. طيب بدعم كده، طيب الاستبيان في دراسة الحالة ذاتها كان في استبيان شفوي ولا خطي ولا حاجة زي دي؟ استبيان. أيوه. استبيان في 5 مرحلة. محور المعلومات الأساسية، محور الخلفية التعليمية، القدرة على المجد والحديد، الرضا عن البيئة الجامعية، والأداء الذاتي للطلاب. أنا عندي تساؤل متعلق بالعمل البحثي. علي صوتك شو؟ عندي تساؤل فيما يخص الدراسة على المحمد، هي رائعة جدا. تقريبا ده النمط بتاع الدراسات، الترند العالمي ماشي بشكل تخصصية شديدة، نتائج قابلة للتعميم وكذا. التساؤل في التحصيل الأكاديمي نفسه، هل هو تارجت للمؤسسة الأكاديمية دي بقدر ما إنه التارجت يمكن يكون العمل البحثي مثلاً أو نتائج المعرفة البحثي وكذا؟ وهل ده تم تضمينه ولا إذا ما تم تضمينه كيف ممكن يكون اللي قدام؟ يعني أنا بعتقد إنه التحصيل الأكاديمي الشعار بتاع المؤسسة ما إنه الناس يجيبوا تحصيل أكاديمي أو ما زي أي مؤسسة عادية، يعني بقدر ما يكون المؤسسة مهتمة بالبحث العلمي وكده، فكيف نحن ممكن نطور القصة وندخلها في الدراسة يعني؟ بالإضافة لكده بس عندي تعليق صغير، عندي ما طروحات بتاع التخرج، يعني دي ثيسيس 6 ساعات ودي أوراق بحثية فقط وقدمناها 3 ساعات يعني. بس شكراً. سؤالك جميل طبعاً، الطرح كثير إنه يعني هل بصورة أخرى هل التحصيل الأكاديمي ده زاد مقياس لجودة الطالب جودة الأكاديمية موصوفة؟
الجميل في المعهد في النقطة دي بالذات إنه التحصيل الأكاديمي ده بقيس جودة أو نجاح الطلاب البحثية. ليه؟ لأنه الكلية الثانية مثلاً ما عندهم امتحانات، هي الدرجات دي بتعكس أدائهم البحثي، فهمت علي؟ فكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، فلمن يكون عندي أنا مقياس وفقاً لتعريفي في المؤسسة نفسها اللي هو بيقول لك إنه قدرة الطلاب اللازمة للابتكار والبحث العلمي، فهمت علي؟ إضافة إلى استيعابهم للمغررات الدراسية، ها؟ قدرتهم على تطبيق حتى إذا لم يكن هو معيار كامل في بعض يعني مثلا الجوانب ممكن تكون مهملة، لكن أنا بشوف إنه ده أنسب لأنه أنا أستخدمه عشان أدرس دراسة. شكرا. سؤال ثاني. طيب سؤال في الجانب الزراعي. بالنسبة لل يعني من ما قمنا نحن صغار بيقول لك السودان سلّد غذاء العالم يعني، والزراعة نفسها بالذات الزراعة العضوية اللي هي من المدخلات بتاعتها بتكون عضوية لحد الثمار الفاكهة اللي ممكن الواحد يشتريها في السوبر ماركت ولا كده، عندها قيمة عالية جدا جدا، وخصوصا انه بيجي في وعي عالمي بالصحة بأهمية الاهتمام بالأكل والحياة الصحية والأكل. الرسم البياني كان بيوضح بصوره عامه انه ترند انه الناس تتجه للصناعات التحويليه، واي حاجه ممكن تجيب كاش وتجيب عمله صعبه. الزراعه ممكن تكون عمليه طويله بتاخد زمن اطول، والتقنيات بتاعتنا في السودان احتمال ما تكون متقدمه على اساس انه تدينا ميزه تنافسيه وتفضيليه. في ظل المعطيات دي كلها، هل انت كزول اقتصادي درست موضوع الزراعه في دول الكوميسا في وعندك سامبل كويس لدول مختلفه، افتكر انه الزراعه دي يعني ممكن تكون هي الورقه الرابحه في السودان انت كشخص اقتصادي؟ يعني الناس دي لو اديناك قروش انت تستثمرها وفقا لدراستك، افتكر انه هتمشي تستثمر في الزراعه؟ يعني بتاكد المقوله بتاعت انه السودان دوله زراعيه ولا ده كلام بس مجرد كلام يعني؟ زي والله سؤال تريك معلش بس اضافه صغيره على سؤاله عشان زي ما قال لك انه هو مثلا من تاريخيا يعني اهم القطاعات في السودان هو القطاع الزراعي قبل البترول. طيب احنا عايزين نعرف يعني هل نحن عارفين انه انا يعني لانه انا حضرت البرزنتيشن اكثر من مره، عارف انه الدراسه هي كانت في السودان بزيد مشروع الجزيره نفسه ما كان في له تفسير، ما بفسر جزء من النتائج من الانهيار اللي حصل فيه وكذا. والله يا أخي بالنسبة لمشروع الجزيرة أنا وأنا أقول بصراحة ربما يكون هو يعني هو الماكرو ليفل هو تجميع للمايكرو ليفل، ربما يكون هو داخل ضمن الأرقام الكبيرة اللي إحنا بنشوفها، لكن ما تناولت بالتفصيل أي مشاريع محددة في الدول دي يعني. وهو نحن بنتعاملين مع 9 دول عدد رقم كبير جدا، دراسة لها 3 شهور لحد الآن مما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم إلى الآن لها 3 شهور. ما أعتقد ما تناولت الانهيار بتاع المشروع وكيف ممكن، وبعدين نستطيع كيف ممكن يقوم وكذا، دي ربما تكون بحوث أو دراسات تانية هي ممكن تهبش القصة دي. أنا كل اللي بقدر أقوله إنه دعم أو كل المخرج الدراسة اللي طالما السؤال البحث هو كذا إنه دعم القطاع الزراعي ايا كان شكل الدعم هو بيزيد او بيحسن من الصادرات الزراعيه، بالتالي قدره على ان نجيب مصادر بدعم نقد اجنبي ما هي بدر شنو ما معروف، مقارنه بقطاعات ثانيه ممكن دراسات ثانيه تقول يعني انه القطاع الزراعي بيجيب كده قطاعات ثانيه بتجيب كده، بالتالي احنا افضلنا نتخصص في قطاعات ثانيه. بالتالي فالقصه انه الدراسه هي يعني لو قلت اكثر من كده وجهة نظر شخصية زي ما قال الدكتور مرة ما عارف مش فاهم، نحن بنزرع نحن ذاته قاعدين نزرع وعندنا تجربة تقريبا سيئة جدا مع القصة دي، التقلبات المرتبطة بالقطاع الزراعي في تقلبات يعني في تمر بتجيبه سعر واقع على الوضع، تزرع أي شيء تاني في مشكلة في الكهرباء، القيود كثيرة في السودان يعني نحن عندنا تجربة سيئة جدا في القصة دي أنا شخصيا يعني. في الولاية الشمالية هنا، فلو أنا عندي قروش صراحة هاخد مجموعة من المشاريع زي لما نبدأ يكون عندك قروش هتخد مجموعة من المشاريع مع بعض هتشوف الأفضل بيجيب لك عايز تخصص فيه. في القصة كلها السودان بيملك موارد زراعية، حقيقة بيملك موارد زراعية، يمكن
بتختصر سكه طويله في 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 التجهيز لو اتجهنا لقطاعات ثانيه. بالتالي انا اعتقد انه تخصص السودان في قطاع زراعي او في انشاء زراعي او في صادرات زراعيه بالتحديد مع قيمه تحويليه يعني واي نقطه الاثنين مع بعض يعني. عندنا الموارد موجوده، عندنا المواد الخام موجوده، قيمه تحويليه بسيطه جدا جدا، ممكن تعمل فرق في السعر كبير وتجيب يعني تعمل استقرار في المواطن بتاعنا بالاضافه لانه الخزينه بتاعت الدوله من ناخذها لايدينا. طيب شكرا لك. انا لازم اخذ في الاجابه بتاعتك اسال الى اي مدى سؤال الكرامة الى اي مدى من القطاع الزراعي في السودان يمكن التعويل عليه لتوفير مصادر النقد الاجنبي لتوفير فرص العماره ولتوفير الامن الغذائي للسودانيين يعني. طيب انا قاعد اجمع في بيانات عن القطاع الزراعي في السودان وقاعد اعمل عليها ديسكريبتيف ستاتستكس او ديسكريبتيف اناليسيس. النتائج الاساسيه اللي توصلت ليها انا من البيانات دي انه نعم يمكن التعويل على القطاع الزراعي في السودان لاحداث النهضة الشامله والتقدم الاقتصادي المطلوب لسبب بسيط. نحن ليله في السودان عندنا حاجتين مهمات، الريسورسز بيز بتاعنا في القطاع الزراعي. نحن عندنا 200 مليون فدان قابله للزراعه، الدوله الثانيه غير ليبيا بلا منافس او ممكن تكون الاولى زاد 200 مليون فدان، ما زلنا مستخدمين منها 25% فقط. يقال 10% 25%. انا لما قاعد ابحث في القصه دي لقيته موثق في دراسات وفي تقارير يقولوا انه 25%. طيب قول 10% استيل ان احنا عندنا موارد لم تستخدم بعد في القطاع الزراعي، اراضي زراعيه، ده الكور اليمنت. النقطه الثانيه عندنا مصادر مياه ضخمه جدا وكلهم عارفينها. شوف ال 18 مليار متر مكعب بتاع نهر النيل احنا مستخدمين منها عشان. بالإضافة لذلك احنا عندنا أهمية القطاع الزراعي في السودان بتنبع من أنه هو ذاته متنوع. القطاع الزراعي في السودان فيه 5 سب سيكترز: الزراعة المروية، الزراعة المطرية التقليدية والمطرية الأهلية، زي عندك قطاع الغابات، زي عندنا القطاع الخامس اللي هو قطاع الثروة الحيوانية، وده حاليا كده هو القطاع الأساسي اللي هو الثروة الحيوانية بالسمكية. أوكي؟ طيب احنا ما زلنا 97% من الأراضي اللي تكلمنا عنها دي تزرع مطريا ومطري تقليدي، وعارفين تماما المشاكل المتعلقة بهذا القطاع. باقي الأراضي البسيطة دي قاعد امشي القطاع المروي اللي هو مور برودكتيف من القطاع التقليدي، لكن نسبة الأراضي الزراعية فيه بسيطة شديد لأنه في نقص في التمويل. ليه؟ لأنه القطاع المروي محتاج لآليات وكده، بينما في القطاع التقليدي الناس شغالة حاجة اسمها في بيوتها كلب المستوى الاكتفاء الذاتي. اوكي؟ طيب عندنا هذه مشاكل هيكلية ومشاكل مؤسسية. على سبيل المثال هنا برضو عندنا دايفرسيفيكيشن كبيرة جدا جدا في حتى في المنتوجات الزراعية اللي عندها سوق عالمي كبير، يعني مثلا زي السمسم. في واحدة من المعلومات الخطيرة جدا انه السمسم بتاعنا على القضارف الضخم ده قاعد يسيطر بشكل الخام ده يعني يمشي اسيوبي ويتنظف ويمشي السوق العالمي على اساس انه سمسم اسيوبي. المشكله هي كبيره افتكر، وفي مشاكل كثيره جدا. اذا قدرنا حلينا هذه المشاكل واذا قدرنا بس نستخدم 50% من الاجريكلتشر ريسورسز القاعده دي، انا متاكد ان احنا ما حيكون عندنا مشكله في الفود سكيورتي على المستوى المحلي وعلى الانترناشونال ليفل. نحن مور لايكلي ان نسكر على الاقل جيراننا دول كلهم خضار وفواكه وسمسم، والسوق العالمي احنا ممكن نصدر السوق العربي وغالي جدا وسوقه ما قاعد ينزل بسهوله زي الفول السوداني وزي. المهم المزيد من التفاصيل حول القطاع الزراعي في السودان ان شاء الله انا وعدتكم بها حاجه اقدمها بالتفاصيل وفيها الارقام ان شاء الله في جلسه ثانيه ان شاء الله. قول يا اخي. فيما يخص الدراسات تقريبا اللي بتطلع عموما عندنا في السودان للاسف دي مساله سيئه جدا يعني. في الدراسه دي نفسها طلعت على مجموعه من الاوراق اللي كتبت في الصادرات الزراعيه وفي كده، فبتلقى انه الواحد السؤال البحثي بتاعه مقيد يعني او محدود جدا، وفي نفس الوقت في زي 40 توصيه كده: ادعموا القطاع الزراعي، دخلوا معارف، حولوا النقد الاجنبي لوين. فشكل التوصيات في العاده ما بتكون مناسبه بشكل رئيسي مع السؤال البحثي، ودي المسألة
انا اعتقد انه خالق مشكله كبيره جدا في البحوث والدراسات الموجوده في السودان يعني والقاعد تطلع. في العاده الواحد بيكتب توصيات كثيره، ملاحظ انه شفت المساله دي يقولوا زي 9 او 10 مينيمم تاع توصيات، لانه سؤال بحث بسيط جدا. ودي مساله طبعا اعتقد انه واضحه جدا انها غلط وللاسف موجوده يعني، وصراحة حارقاني جدا جدا يعني، انا زعلان منها. ده انت بلغ للباحثين السودانيين. ده انا بلغ للباحثين السودانيين. واعتقد انه التخصصية جميلة يعني، كل ما كان انت محدد في اطار معين التوصية بتاعتك نفسها بتكون قوية، وانت واثق منها ومسؤول منها تماما. وبرضو قصة انت عشان كده قلت لك السؤال بتاعك تريك، فهي الموضوع معقد ومشابك شديد. مثلا بتاع التجار، شركات، بتاع السمسم، شنو الأفضل لها ما شنو الأفضل لها، في أنماط بتاع الزراعة مختلفة، الثقافة تجاه الناس المزارعين نفسها في السودان فيها مشاكل محتاجة، لأنه إذا حقيقة عاوزين تحول زراعة أعتقد أنه تطلب كثير من الشغل، طلب توجه بتاع دولة يعني، ولربما نجح وربما فشل زي وزي تجارب كثيرة. لما كان في نفرة زراعية ونفرة خضراء يعني حاجات على مستوى الدولة، على مستوى الدولة كلها يعني، قصدي انه للأسف بالرغم من الحاجة دي للأسف يعني الآن الثقافة السائدة تجاه المزارعين فيها مشاكل. انت مزارع بسيط صايب للمزارعين مساكن فهمتني؟ فالفكرة انه في مشاكل هيكلية حقيقة، اذا فعلا عاوزين تحول صح. انا ما بقدر اقول شيء، انا احمد انه ورقتي محدده يعني زي ما شفته. نعم. لكن اعتقد انه في مساحات كبيره جدا للبحث العلمي، واتمنى ان تكون التوصيات محدده بالسؤال البحث او محدده بانه انت بتدرس شنو بالتحديد. انا معلش بدي بس تعليق على النقطه دي يعني، اذا سمحت لي. ممكن يكون اي نعم السؤال البحث نفسه محدود، لكن التوصيات كبيره، لانه مثلا الواحد ممكن يكون منطلق من دراسات ثابته يعني، عرفت، وبيستصحب توصيات مره اخرى ضابطه اللي كده يعني، ممكن يكون في مشاكل هيكليه انت اصلا عندك لها حل. مثلا نفس زي ما قلنا القطاع الزراعي، انت بتدرس في الصادرات الزراعيه ولقيت انه اثر كويس في البدايه، مثلا انت اذا يعني ممكن تضيف بعض التوصيات باعتبار انه مثلا في مشاكل هيكليه موجوده في القطاع نفسه او مثبته اوريدي قاعده يعني، عرفت، اثبتت الدراسات السابقه. مثلا يعني بيكون في صرف تنموي على القطاع الزراعي مثلا من الجامعه، تزيد نسب القبول لل الكليات الزراعية، تعمل توعية مجتمعية بشأن المزارع وكذا. أعتقد إن التوصيات ممكن تكون عامة وقاعدة في نماذج غربية أو نماذج أخرى يعني في دول زراعية، فيعني كده. دي نمط من المعطل بالرؤوس اسمه البوليسي بريم، يعملوه بيتعاملوا معه عادة الناس شغالين في المؤسسات الرسمية، لما يجي يقدموا توصيات للوزراء وكذا، فما عندهم زمن بيكون اختصروا لهم نتائج الابحاث والدراسات السابقه بالضبط اللي وصلت لها، ومنها ممكن تكون دراستك دي نفسها في 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 الموضوع المعين يعني. فانا والله صراحه بتضايق جدا، وما اعتقد انه اذا مرقت الورقه للناشر انه يقبل مجموعه من التوصيات، خصوصا في مجالاتنا نحن اكبر من النموذج او الموديل اللي انت مستخدمه، مع عدم دراسات ممكن زي دراسة بتاع الترميناشنز بتاع كده، فممكن شكل التوصيات هذا يكون كبير مرتبط بكل المغيرات المدرجة في النموذج. فشكل دراسة محمد دي دراسات غنية جدا فيها التفاصيل دي اللي هو ممكن ترتبط بتقديم توصيات طويلة يعني. بالنسبة في دراسات تانية زي النوع ده هي محددة جدا بالسؤال البحثي زي ما أنا قلت. طيب ناخذ آخر سؤال مزيد على أساس إنه نمشي لناس الدكتور في ملاحظة برضو ثانية المفروض تكون عارفينها، إنه أكثر بروفيسورز في السودان، أكثر ناس شغالين في التعليم العالي من البروفيسورات جاي من واحد من القطاعات الخمسة بتوع الزراعة اللي هو ناس الزراعة نفسهم. أكثر عدد بروفيسورات عندنا في جامعة الخرطوم من الزراعة. أيوة. زي ما بقول في الزراعة لك شجرة كده لحد ما تكتمل تكون عملت بروفيسور. وأكثر عدد بتاع. لا 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 نقطة سايدة عندنا. وأكثر عدد بتاع وزراء مسكوا التعليم العالي تحديدا في شغل التعليم العالي في السودان كانوا من القطاع الزراعي. والقطاع البيطري برضه. لدرجة إنه لما كان في اثنين تتابعوا ورا بعض في واحد علق بإنه بدل يعني نهضة التعليم ولا بقت في حيوانة التعليم يعني كنكتة وكذا. السلام عليكم ورحمة الله مجددا. يعني أنا استمتعت بالمواضيع الاقتصادية اللي أنتم
قدمتوها يعني المواضيع كانت جميلة يعني خلينا نمشي الجانب بتاع السياسات. فالدراسة بتاعك يعني لحد ما هي دراسة كويسة لكن وفقا للبيانات الديسكريبتيف ستاتستيك اللي بتعمل تشوين الاكسبورت الاجريكلتشر البرودكتس في ديفرنت كانتريز شفنا الترند بتاع هي ديكلاين. فانا كنت مور انترستد برضو كنت داير اشوف الترند بتاع السبورت يعني الجفرمنت سبورت للاجريكلتشر سيكتور. ف بما انه الاتجاه العام هي يعني ديكلاين فالكونكلوجن اللي انت وصلت له هو يعني الى كيف يعني في كل الدول انا شايف هي نازله تحت فكيف تقدر يعني تعمل كونكلوجن بالموديل اللي انت اشتغلت عليه يعني. دي السؤال الاول. والسؤال الثاني برضو متعلقه بالكونكلوجن مثلا الحكومه لو دعمت بواحد مليون ولا بليون ما عارف بتاثر على الزياده 1 بوينت يعني هل النسبه دي لو حاولنا نشوفه مع الدعم في القطاعات الصناعه في نفس الدول دي عشان نشوف السيجنيفيكانس كده لو كانت مثلا الصناعه هي بتاثر بصوره اكبر يعني الدوله ممكن في البوليسي كونتكست يعني ممكن تتحول للاندستريالايزيشن. ف طيب دي الاتجاه اللي انا قلت لو كان فيها مقارنه بين الصناعه والزراعه والدعم فتسمك دي تاني الكونكلوجن ممكن تكون كويسه لانه لو اعتمدنا على الكلام ده وعممناه انه الدول مشت تستخدم سياسات عشان تدعم القطاع الزراعي والسياسات ربما تكون يعني غير مجديه. فدي دي البوينت اللي انا كنت داير اعمل ادريس و ام مور انترستد يعني عشان نستمع للتعليقات. فيما يتعلق بالترند زي ما انا قلت قبل الدراسه استخدمت تو فيكسد افكت اللي هو بيعمل تثبيت للتاثير بتاع الدول مختلف الدول بالاضافه للاي فيكسد افكت اللي هو بيثبت لي الترند. لو بتتذكر انت الشكل بتاع الترند سواء كان ازاي ده هم مقارنين في الكيس ده فلما تدخل الاي ار دميز بيعملوا لك سالب فيكسد بالتالي الفيرينس بتاع التايم سيريز للدول كلها فيكسد بالتالي انت بتقدر تتنبا بشكل كويس. دي واحده. الشكل ده التعليق الثاني رائع جدا لكن دي الحدود بتاع الدراسه. اعتقد انه انا اتكلمت عن القطاع الزراعي ما دخلت قطاعات اخرى ولا الغرض كان من الدراسه او العنوان بتاعي انه دراسه في البوليس ريكومنديشن مثلا لحكومه معينه على انها تتجه الى قطاع معين بالتالي مقارنه هذه النسب مع بعض او انه اذا دعمت القطاع الصناعي بيزيد به كده مقارنه بالقطاع الزراعي اللي هو بيزيد به كده بقدر ما انه هي محدد السؤال وهو متعلق بالمصادرات الزراعيه او القطاع الزراعي بالتحديد. اعتقد انه هي فرصه مناسبه زي ما قلت قبل لبعض الباحثين اللي ممكن يشتغلوا في القطاع الصناعي لربما ممكن اتجاه الدوله حتى يكون خدمات يعني وايد انه الدوله تشتغل في قطاع الخدمات بالتالي اعتقد دي فرصه مناسبه لباحثين ثانيين يشتغلوا في القصه دي. بالنسبه لي انا كنت مهتم جدا بالقطاع الزراعي بالتحديد قدرت اصل للكونكلوجن اقدر اقول لحد الان او ربما محتاجه لتطوير معين ممكن تكون في مساحه ثانيه لان الناس تشتغل. طيب شكرا احمد المنتبه شكرا محمد عبد الحي يا رئيسه وهذه كانت نهايه الجلسه الاولى المتعلقه بمناقشه ابحاث خريجينا في كليه الاداره العامه والاقتصاديه التنميه ماجستير اقتصاديات التنمية. والآن سوف ننتقل إلى الجلسة الثانية والتي سوف نناقش فيها بحثين من تخصصي العلوم السياسية والآداب مع مهند وحسن فتتفضل المشكورين. محاجين لك خمسة دقائق كده ممكن الزمن ساعة كيزة أوردي بعدين تعرف ال شفتوا ذا المقاطيش وبتاع تنزل وعشان شواحن والحياتي حركاتي كلها قاعدة الله يدريك كويس يا الله يدريك موجود يا شكرا لك يا شباب والله يعني التقديم كان ممتاز جدا برية مقاطيش هاي الاقتصاد بس زيتونا هنا شوية سايتس كده عشان نقدر نفكر بها انت ودين الاورجنايزيشن وده ودين البتاع الجفرمنت طبعا في العاده نحن بنظل بالتهمونا بانه بحوثنا ما عميقه بالله والله يعني البحوث يعني
زي مسلمة بالنسبة للناس. كيف؟ ناس يعني واقعيين موضوعيين اسمع انا عشان ما ده نقطع الجلسه دي لو قطعنا ثاني احتمال عشان نجي راجعين والمتابعين شغاله ايه حبيبي شغاله طيب والشير بتاع هنا الروابط هذا مختلفه حبيبنا مهند محمد بن الوزير حسن قريب عشان تاخذ الهمايه كده نتونس مع دكتور اشرف ده دكتور اشرف ازيك يا اخي مرحبا يا اخي مرحبا ده الباحثين السودانيين متابعينك نشوف انت استاذ مساعد هنا مش كده مرحبا مرحبا على الدوحه الدراسات العليا نعم حقو تكلمنا شويه عن المعهد ومن مرتبه الطبيب من ما يعني انضميت له وكده المعهد اخر تقريبا تحدثنا عنه طبعا في سياق مداخلتك انت نعم. لكن ممكن نتكلم عنه ثاني المعهد طبعا ممكن كده وش تدينا خلفيه عنك انت ذاتك من تعليمك وقريت وين تخرجت المعهد محل تخرجت كده معهد دوحه لازم الهم للناس معهد دوحه تاسس 2013 وهو بيتم أصلاً بالعلوم الاجتماعية أصلاً تأسس من هذا الهدف وأضيفت إليه طبعاً برضو الدراسات الاقتصادية اللي هي الإدارة العامة وهكذا وعندنا الآن برضو كلية إضافية اللي هي علم النفس والعلوم الاجتماعي وبالإضافة إلى طبعاً في برامج أخرى أضيفت إلى الكلية مثل برنامج الصحافة مثلاً اللي هو جزء من كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية المعهد هو معهد ماجستير واللغة الرسمية فيه هي اللغة العربية طبعاً يستخدم اللغة الإنجليزية أيضاً ولكن المشروع أساساً هو مشروع يعني الهدف منه إنتاج معرفة باللغة العربية هذا هو الهدف الأساسي يعني ولذلك وهو مدعوم يعني مدعوم بدراسات اقتصادية قوية جداً يعني. أنا أعتقد المناهج اللي عندنا كطلاب يكونوا عكس هذه المسألة في عروضهم المناهج هي مناهج حديثة جداً نظريات حديثة جدا مهتم أيضا بما يسمى بعبور التخصصات وتداخل التخصصات يعني الطالب أنا اهتم بتخريج طالب متخصص فقط يعني إنما طالب أيضا مثقف يعني على مستوى التخصصات الثانية يعني الطالب يأخذ جرعة كبيرة جدا من المقررات والتكليفات الكتابية بيكتب كثير جدا كذلك هناك فعاليات كثيرة جدا يعني مؤتمرات وسيمينارات وندوات وغيرها يعني هذا بصورة عامة على المعهد يعني أنا أتمنى إنه الطلاب السودانيين يقدموا عدد كبير جدا لهذا المعهد وحقيقة هو معهد مش أنا شغال فيه يعني لا هو حقيقة مقدمة لما بعد يعني اللي عنده فكرة مثلا إني أعمل دكتوراه هذه مساحة طيبة جدا له يعني أو حتى إنه الذين يرغبون في يكون لديهم بناء معرفي قوي جدا رصين هذا أيضا طبعا بعض الناس إنه يعني أذكر الخليج مصطلح الخليج نفسه مصطلح تنميطي يقول لك أنا مش أدرس ماجستير في الخليج أنا أقول لهم نعم يعني هذا المعهد راح أعتقد هو تجربة بتغير هذه الصورة النمطية السلبية على الخليج بصورة عامة يعني في مؤسسات يعني قوية جدا بالنسبة للمعهد بصورة عامة يعني طيب في صورة نمطية ثانية برضو أسي حاليا موجودة عند عدد كبير جدا من الناس إنه التعليم انتهى في السودان فإنت أسي شباب الموجودين دير بيقروا في الماجستير وتخرجوا في ناس بيتخرجوا في ناس بيدرسوا من مشاهدتك إنت شخص يعني قريت في السودان مش كده؟ نعم قريت وين؟ أنا لسه في خرطوم في الأداب أداب خرطوم متى تخرجت؟ أداب خرطوم السؤال التعسفي يعني لا عشان ده إنه قارن إحنا الزمن الجميل بالزمن أنا شوية قديم أنا تخرجت 99 معناه وزين يعني ثورة التعليم العالي أي نعم مش كده؟ لا سؤال غريب لا ما أنا السؤال ده ليش نو طبعا لأنه الآن الطلاب ديل الموجودين هنا هم تخرجوا في ظل التعليم اللي إحنا ندعي
او بنسمع بصوره عامه انه والله تعليم خربان منتهي وانه الخريجين بتوعنا السابق بيقدروا يكتبوا الواحد اسمه بالانجليزي كويس والكلام ده. هم الان موجودين واحد دوحه الدراسات العليا ومنافسين ومتفوقين ودائما بشوف الاطروحات بتاعتهم بسمع مجموعه باحثين سودانيين. فانت رايك شنو من مشاهدتك يعني هل الموضوع بتاع انه التعليم انتهى في السودان ولا بنعزل الموضوع لانه الخريج السوداني ولا الزول اللي بيتخرج من جامعه سوداني السودانية الزول نفسه هو الكويس؟ الدايلما دي هل المؤسسات كويسة بتطلع ناس كويسين ولا هل الزول كويس لو دخلوا في أي حتة بيطلع كويس؟ هي هذه الثنائية. أنا أعتقد هذه الثنائية إنه مثلا ليست مؤسسات فقط، يعني ممكن يكون في أفراد. أنا قابلت أفراد الأفضل أذكرهم، يعني مثلا في جامعة الزايمة الأزهري طلاب مميزين مميزين جدا يعني، وحتى جزء كبير جدا منهم لم يخرج خارج السودان يعني، واعتمد على الموارد الموجوده. يعني مثلا في زماننا ما كان في انترنت بالفهم الواسع، الموارد الالكترونيه ما كانت موجوده، الان متوفره للشباب، الكتب متوفره، انت بتدخل ويكيبيديا ممكن تاخذ الموضوع كله تعرف في خمس دقائق يعني. هذه الموارد ما كانت متوفره في زماننا، ولذلك هي المساله ممكن تكون موزونه شويه. صحيح في تدهور على مستوى الخدمات التعليميه حقيقه يعني، الاستاذه مثلا في اجراءات حاصله وكذا، ولكن هذا لا يعني أن كل من يأتي من الجامعات السودانية مستواه واضح، لا إطلاقا. هذا التنميط أنا أعتقد أنه يجب أن نرفض يعني، بالعكس في طلاب مميزين جدا وبيجون على المعهد وبيعملوا مساهمات رائعة جدا يعني. فأنا أتفق معك أنه نحن محتاجين نرفض هذه الصورة أيضا النمطية يعني. النقد للتعليم والمؤسسات التعليم مفترض يكون غير مصحوب بهذه الصورة النمطية، أنه كل من يأتي من هذه المؤسسات مستواه منتهي يعني أو ضعيف يعني. ممتاز، شكرا جزيلا. وانت بتحث الناس انهم يقدموا لانه في منح، في فرص منح دراسيه؟ طبعا انا اتمنى معظم الطلاب يقدموا او كلهم يقدموا حقيقه يعني. ومنحه كامله يعني، الشباب توفر لهم، توفر لك بيئه سامحه جدا، بيئه حقيقه تعليميه مشجعه جدا، وعندك منحه شهريه، وعندك يعني عندك يعني احنا انا اعتقد في موارد هنا ما كانت متوفره لنا في زماننا في السودان مثلا يعني، مهمه جدا على الناس تلتفت لها يعني. نعم، شكرا جزيلا دكتور رجنوف. شكرا لك ايضا انت يا اخي، نحييك يعني حقيقه. الله يسلمك، حاولت تربط هذه المنطقه بالعالم الخارج يعني. الله يعطيك العافيه. شكرا، احنا في خدمه شعبنا ومتابعنا في كل مكان. شكرا دكتور رجنوف. شكرا. طيب نحن بنواصل والان، نحن في الجلسه الثانيه، وفي هذه الجلسه نستضيف باحث مهند هارون موسى. تخرج مهند هارون في العام 2013 في جامعه الملين في العلوم السياسية، التحق بمعهد الدفعة في العام 2016 أيضا في برنامج العلوم السياسية، والآن نستضيف منه في جلسة لتقديم ملخص لطروحته في الماجستير اللي هو معنونة النزاع السوداني المصري والأسيوي، النزاع بين السودان المصري والأسيوي اللي هو قضايا الحدود وأثرها على السيادة الوطنية. فليتقدم معنا مشكور. شكرا لك صديقي العزيز الزاكي. ما حيستخدم البروجيكتور؟ لا، اوكي. بسم الله، شكرا لكم على الحضور الكريم، وشكرا للاعضاء في مؤسسه الباحثين السودانيين، والشكر موصول لكل الذين يشاهدون هذا البث على امتداد بثنا في داخل السودان وخارجه، ونامل ان تستفيدوا من هذه الخلاصات في كل المهتمين بقضايا الحدود والذين يدرسون العلاقات الدولية بشكل خاص. عنواني إشكاليات الحدود بين السودان ودول الجوار وأثرها على السيادة الوطنية. ركزت على مصر وحلايب، مصر وإثيوبيا، النزاع السوداني المصري على منطقة حلايب، والنزاع السوداني لإثيوبيا على منطقة الفشقة. حقيقة النزاع السوداني نزاع الحدود بين السودان يمتد إلى دول كثيرة غير مصر وإثيوبيا. مثلا عندنا على أبيي بين السودان والسودان، أيضا النزاع بين السودان ومع أفريقيا الوسطى وغيره من الدول. أسباب اختيار الموضوع كان لسببين، هو سبب موضوعي اللي هو أنا مهتم بإشكاليات الحدود والسيادة، فربطت الإشكاليات بين الحدود والسيادة. أيضا هنالك دافع شخصي وهو غيرتي لوطني ولأرض السودان، وإني أرى كثير من التدخلات الدولية على حدوده.
التي انطلقت منها هي إلى أي مدى قد تؤثر النزاعات الحدودية بين السودان والدول الأخرى على الصيادة الوطنية؟ ففي الجزء الأول تطرقت على النزاع بين السودان وحلاي في عجالة تطرق بين السودان ومصر على منطقة حلاي. في عجالة نتطرق على الأهمية لمثلث حلاي. فمثلث حلايب هو منطقة غنية بالثروات الزراعية والسمكية والمائية والمعدنية والنفطية. تقع منطقة حلايب على البحر الأحمر وتحديدا جهة الطرف الأفريقي منه، وتغطي مساحتها بحوالي 20,580 كيلومتر مربع. وتتألف المنطقة من 5 قرى وهي أبو رماد وحلايب ورأس الحدرابة ومرسل حميرة وإبرق. بردت إشكالية الحدود بين السودان ومصر على مثلث حلايب أول مرة عام 1958 اللي هو عندما قام جمال عبد الناصر باستفتاء على رئاسة الجمهورية في المثلث. ثم توالت الإشكاليات بين الدولتين في أن الموقف المصري كان يرى حدوده مع السودان محددة طبقا لخط عرض 22 درجة شمالا بأنها تشمل منطقة حلايب. فقد احتلت مصر منطقة حلايب فعليا في 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 ظل سكوت من الحكومات السودانية المتتابعة نتيجة للضعف لهذه الحكومات وعدودتها الإقليمية والدولية. فظلت الحكومة صامتة تجاه هذه التدخلات طول هذه الأعوام. فمصر قامت بتغيير ديموغرافية المنطقة وجعلت المواطنين يشعرون بالانتماء لمصر أكثر من السودان، وقدمت لهم خدمات أكثر مما تقدمها الحكومات السودانية. وإلى الآن ظل النزاع الحدودي. لكن المثير في الأمر إن النزاع على المنطقة بين الدولتين رهين بعلاقات تلك الدولتين مع بعضهم البعض. فغالبا ما يثور النزاع عندما يوجد نظامين مختلفين أيديولوجيا ويحدث اختلاف بينهم في بعض القضايا الجانبية، حيث يقوم الطرفين باستخدام قضية حلايب ككرت ضغط، وتدخل الدولتين في تراشق إعلامي وتراشق سياسي بشأن المنطقة. ثم تحمد الإشكالية ما إن تزول الأسباب الأساسية وراء هذه الإشكالية. مثال لذلك عندما اتهمت مصر السودان بضلوعه في محاولة اغتيال حسني مبارك أثناء زيارته أديس أبابا، قام السودان جراء ذلك بسودنة جامعة النيلين اللي هو جامعة القاهرة، قام بسودنتها. فقامت مصر باحتلال مثلث حلايب. ده كان النزاع الثاني للحدود، كان عام 1992. ومثال آخر كذلك عام 1995. ومثال آخر كذلك عندما استولى الرئيس مرسي على السلطة في حزيران 2012، حدث تقارب واضح بين الدولتين بين مصر والسودان بشأن المنطقة. حتى هنالك مقترح كان أن تكون منطقة حلايب منطقة تكاملية بين الطرفين. والسبب في ذلك هو تشابه الأنظمة في الدولتين، نظام إسلامي في مصر ونظام إسلامي في السودان. لكن عندما جاء نظام السيسي وهو نظام يعني مختلف أيديولوجيا مع نظام عمر البشير، حصل هنالك اختلاف أيديولوجي وظهرت إشكاليات عديدة جانبية مثل قضايا صد النهضة وصداقة السودان مع قطر ومع تركيا. حدث هنالك تراشق إعلامي وتراشق سياسي بشأن منطقة حلايب. هذه نبدا عامة عن الإشكاليات في حلايب، ونتطرق إلى إثيوبيا، وبعد ذلك نتطرق إلى إشكاليات على السيادة. النزاع بين إثيوبيا والسودان هو على منطقة الفشقة، وهي منطقة متاخمة للحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا، وتحد شمالا بنهر ستيل وشرقا بنهر عبر. ويقصد بالفشقة الأراضي التي تقع بين عوازل طبيعية أو مائية كالأنهار والخيران والمجاري. وتبلغ مساحة المنطقة 251 كيلومتر، وتنقسم إلى قسمين، فشقة كبرى والفشقة الصغرى. والمنطقة أيضا محاطة بالأنهار داخل الأراضي السودانية من كل الجوانب باستثناء خط الحدود المشترك مع إثيوبيا. كذلك تتميز المنطقة بإنتاجها الكثيف للسمسم والذرة والقطن قصير التيلة. أيضا يوجد في المنطقة صنغ عربي وخضروات وفواكه على ضفاف الأنهار الثلاثة المحيطة بالمنطقة. لكن هنالك بعض الميليشيات الإثيوبية تقوم بطرد المزارعين السودانيين الذين يعملون في هذه المنطقة بصورة منتظمة ومتوالية. على حسب المجلس التشريعي لولاية القضارف في 13 نوفمبر 2015 إن الجيش الأريتري قام باحتلال 3 مناطق جديدة في شرق البلاد،
وبهذه المناطق تكون إثيوبيا وحدها محتلة حوالي 50 قرية سودانية في المناطق الحدودية. كل ذلك لأن حدود السودان لم ترسم مطلقا منذ الاستغلال حتى اليوم، فالدولة السودانية أصبحت غير مسيطرة على حدودها السودانية. وحسب مفهوم كرانسر للسيادة والذي في مفهومه يشير إلى أن السيادة المحلية تكمن في سيطرة الدولة على حدودها، أي أن الدولة حاليا أن دولة السودان أصبحت ناقصة السيادة بعدم سيطرتها على الحدود الداخلية. فدولتا مصر وإثيوبيا نتيجة للكثافة السكانية التي تتمتع بها مصر وإثيوبيا لم يجدوا متنفذا إلا دولة السودان وفق سيناريوهات ووفق خطط معدة سلفا من جانب النظامين في إثيوبيا وفي مصر. أما الدولة السودانية غير واعية استراتيجيا بشأن هذا الأمر ولهذه الأخطاء المداهمة من قبل مصر وإثيوبيا. فالسودان منتهج سياسات تقوم باتباع حلول مؤقتة فقط، وهي سياسات تضميد الجروح وليس معالجتها لهذه النزاعات، والمستفيد في النهاية هما الإثيوبيين والمصريين، وهذه علامة من علامات ضعف الدولة وهي عدم قدرتها على السيطرة على حدودها وعجزها المتزايد من ضبط الاختراقات الحدودية بواسطة المهاجرين والمحتلين الخارجيين. حيث يمكن القول ان عدد الاثيوبيين والاريتريين والمصريين الذين دخلوا الى السودان عبر هذه الحدود هم حوالي 1,000,000 او يتعدى ذلك، والبعض يصف هؤلاء المهاجرين بانهم كونوا دول داخل دوله، دوله مصريه او دوله اريتريه داخل الدوله السودانيه. من الطرائف انه في واحد من الدول المهاجره دي في راكب في الباص قام في سوداني عم سوداني قال له والله كرهتنا في دولتنا. بالرغم من ذلك ومن الإشكاليات العظيمة للحدود، إلا أن هذه الحدود الجغرافية تعتبر من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية ذات أهمية كبيرة للدول في وحدة شعوب هذه الدول لكي تنمو وتتطور وتحدث نوع من الاستقرار ومباشرة سيادة الدولة، إضافة إلى الوظائف التي تقوم بها الحدود مثل الوظائف التجارية والاقتصادية والقانونية وغيرها من الوظائف. لكن في نفس الوقت ينبغي أن لا نغفل من الجوانب السلبية لهذه الحدود، فقد تكون هذه المناطق بؤر للتوتر وقد تحدث انفجار ويحدث انفجار في الصراع بين هذه الدول كما ذكرت بخصوص منطقة حلايب التي تسور من حين لآخر نسبة لاختلاف الأنظمة في بعض القضايا. من النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث أنه هذه لا يمكن أن تستقيم العلاقات السودانية المصرية والعلاقات السودانية الإثيوبية في ظل وجود هذه النزاعات الحدودية. فمن التوصيات أنه يجب أن تكون هذه المناطق اللي هي منطقة حلايب ومنطقة الفشقة نسبة لأهميتهما ونسبة للمواقع الاستراتيجية أن تكون منطقة تكامل بين السودان ومصر وإثيوبيا، كل الطرفان أن يستفيدان من هذه المناطق. وشكرا. طيب بنشكر الأستاذ محمد هارون، والآن بننتقل للورقة الثانية مع الأستاذ حسن عبد الله السنوسي. تخرج حسن في كلية الآداب جامعة الميلان في العام 2014 قسم اللغة الفرنسية، ومن ثم التحق بمعهد الدوحة للدراسات العليا في العام 2016 في ماجستير العلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص الأدب المغارم اللي هو الأدب العربي والأدب الغربي. اليوم حسن سوف يقدم ملخصا لأطروحته التي نال بها درجة الماجستير هنا بعنوان الترجمة الثقافية وإشكاليات نقل المعنى. فكيف أنه تقدر تنقل معاني من لغة إلى أخرى ليس نقلا حرفيا ولغويا وإنما بأخذ البعد الثقافي للترجمة؟ فإن شاء الله حسن حيفصل لنا أكثر في هذا الموضوع، فيفضل حسن عبد الله. مشكورا. طيب بداية السلام عليكم حضور الكريم وتحية طيبة للمتواجدين معنا في القاعة ومن يتابعونا عبر البث المباشر داخل وخارج دولة قطر الشقيقة. الشكر أيضا موصول لدكتور أنور رفع الله على هذه المبادرة الطيبة، ونأمل من خلال هذه الجلسة أن نقدم
ملخص عن ما أقدمنا عليه في الدراسة والبحث من أجل نيل درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية تخصص الأدب المقارن. وكما وعدتكم سابقا يعني عندما زارنا الدكتور أنور قبل أسبوعين من بداية هذا الشهر الكريم أن أعرض لكم جوانب من هذا البحث. وهذا البحث حمل عنوان الترجمة الثقافية وإشكالات نقل المعنى. البحث أخذ نموذج تطبيقي عمل روائي للكاتب الفرنسي الجنسية والمغربي الأصل الطاهر بن جلول، وقسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول. يعني الفصل الأول كان عبارة عن إطار نظري مفاهيمي، والفصل الثاني قدمت فيه عرض لمفاهيم رئيسية اقترحتها أو قدمت في سياق ما يسمى بنظرية الترجمة الثقافية. أما الفصل الثالث والأخير من البحث فكان عبارة عن دراسة تطبيقية حول هذه الرواية وترجمتها. طيب، في البداية الثقافة والترجمة هما من المفاهيم التي حظيت بالدراسة من قبل كثير من الباحثين. وأنا عندما أقول الترجمة الثقافية أعني الترجمة التي تراعي للعناصر الثقافية داخل النصوص، باعتبار أن لدينا نصوص نصوصية ثقافية. هذه النصوص عندما تترجم يعني يواجه المترجم عديد من الإشكالات. فمثلا هناك إشكالات لغوية، هناك إشكالات مرتبطة بالسياقات والإحالات الثقافية والمرجعية. طيب، في البداية تبنيت تعريف إدوارد تايلور الذي قدمه للثقافة باعتبارها ذلك الكل المركب من العادات والتقاليد والأعراف النسانية. وهناك كان كثير يعني من التعريفات التي قدمت لمفهوم الثقافة، يعني باعتبار هذا المفهوم بالتحديد مفهوم لا زال عندنا في السياق العربي مفهوم غير واضح الدلالة، أو أن هذه الدلالة التي نطلبها يوم للثقافة، يعني عندما نقول الثقافة هذه الدلالة مستمدة من تطور مفهوم الثقافة كما نشأ في السياق الفرنسي بالتحديد، ومن ثم انتقل إلى السياق الألماني. طيب، ما عاوز حتى تفاصيل أكثر حكمل الموضوع الرئيسي اللي هو الترجمة الثقافية، وما هي الترجمة الثقافية، وما هي الحلول والاستراتيجيات التي تقدمها من أجل تجاوز إشكالات نقل المعنى. الترجمة الثقافية هي نظرية تنطلق من فرضية هي أن إلمام المترجم بثقافة اللغة الهدف واللغة المصدر أمر في غاية الأهمية، وهذا الأمر لا يحقق فقط نقل المعنى بل ينقل أيضا أثر النص الأصلي لدى القارئ بالترجمة. طيب، البحث كان عبارة عن تقصي لحقيقة هذه الفرضية، وحاولت أن أقدم أعرض بعض المفاهيم المركزية في هذه النظرية التي تقدم مثلا بعض الاستراتيجيات مثل الترجمة بالتوطين، الترجمة بالتجيل، والترجمة بالتكييف، وأيضا هناك الترجمة بما يسمى الأقلمة.
كل هذه الاستراتيجيات يعني ولأول مرة تضع اعتبارا للمحتوى أو المضمون الثقافي للنصوص، لأنه ما قبل النظرية كان هناك تجاهل وعدم الاعتبار لهذه العناصر. فالترجمة بالتكييف يعني شنو؟ مثلا احنا لما نقول بالانجليزية اظن طبعا الرواية هي مكتوبة بالفرنسية، ولكن نسبة لانه المتابعين الان اظن انه المام بالانجليزية اكبر من الفرنسية، فاعطي بعض الامثلة للانجليزية. عندما نقول الانجليزية once beaten twice tried، هو مثل انجليزي، هذا المثل يترجم بصورة طريفة جدا يعني انه لا يقدر المؤمن من جحيم مرتين. كيف ماذا فعل المترجم هنا لنقل معنى هذا المثل؟ المترجم يبحث في ثقافة اللغة المنقول إليها عن ما يقابل أو ما يكافئ هذا المثل الإنجليزي لإحداث نفس الأثر. يعني لو قابل ترجمة المثل بصورة حرفية قد ينقل المعنى، ولكن يكون هذا النقل يعني غير كامل المعنى ويبقى هناك أثر يعني مفقود لدى قارئ الترجمة. فواحدة أيضا من هذه الاستراتيجيات الأقلمة، يعني أنا آتي وأبطن أو التوطين وأبطن لعبارات معينة. عندما نقول مثلا بالإنجليزية his hair turned green وتترجم إلى العربية اشتعل الرأس شيبة، يعني يتوقف الإنسان يعني لماذا تم توطين هذه الترجمة واحتمالها في لدى كثير من المترجمين. في الحقيقة كل المترجمين الآن يحاولون باعتبار النصوص الأدبية بالتحديد يعني كالحالة التي ندرسها في هذا البحث هي يعني نصوص عندها خصوصية، والأدب يعني فيه أبعاد جمالية لا بد من مراعاتها في الترجمة. وهناك كان إشكال يعني ونقاش قديم وحديث عن إمكانية ترجمة الأدب من عدمها، نسبة لأنه هناك خصائص أسلوبية معينة تميز الأدب عن ما سواه من النصوص، وكذلك الشعر باعتباره نوع من الإبداع اللغوي، يعني كيف نستطيع ترجمة قصيدة، هذا أمر ليس بسيط. فعموما البحث تطرق بالتحليل لرواية طاهر بن جلول اللي هي لا نوي ساكري، كتبت بالفرنسية وترجمت عن طريق المترجم المغربي محمد الشركي، والعنوان ترجمه ب ليلة القدر لا نوي ساكري. وفي الحقيقة الوقفيانة في هذه الرواية وهذا العمل هو أن لا نوي ساكري بالفرنسية بالتحديد تعني الليلة المقدسة، الليلة المقدسة، وتم ترجمتها إلى ليلة القدر. يعني لاحظ كيف إنه المترجم يستخدم استراتيجيات ترجمة ثقافية من أجل توصيل المعنى ونقل الأثر. ولكن لماذا اخترت أنا هذا العمل كنموذج للدراسة؟ في الحقيقة إنه المترجم الكاتب الأصلي للنص طاهر بن جلول هو بالأساس نشأ في بلاد عربية وإسلامية، دولة المغرب أو المملكة المغربية، فيعني اكتسب هذه الثقافة وأصبحت جزء من ذاكرته. فلما كتب بالفرنسية يعني كان دائما بيعكس هذه الثقافة العربية والإسلامية في كتاباته، وهذا أعطاني بعد تحليلي رائع في الرواية. هو كان اعتبار إنه أو أنا سلطة فرضية هنا اعتبار إنه هذه الرواية الأصل فيها يتبدى كالترجمة، بينما الترجمة تتبدى كالأصل، لأنه استشهاد الكاتب طاهر بن جلول
بكثير من الآيات القرآنية وكثير من الأحاديث النبوية أو الأمثال العربية التي هي غير ربما غير مألوفة لدى القارئ الفرنسي، فيجد نوع من الغرابة عندما يقرأ النص. وعندما ترجمت الرواية إلى العربية يعني تجد آيات في رواية وعمل أدبي مكتوبة بالعربية، ف يعني لا يذهب بشك بأنها مترجمة للغة أخرى. وطرحت هنا إشكال عن هل من الممكن ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى ومن ثم ترجمته إلى العربية مرة أخرى. فالرواية مثلا قدمت بعض الأمثال العربية، مثلا وإن كان مثل تركي ولكن حين يعني شائع من الثقافة العربية هو دخول الحمام ليس كالخروج منهم. فالمترجم ترجمة بي أو الكاتب أصلي عبر عن كيف أصلا عبر عن هذا المثل في اللغة الفرنسية وكيف فهمت يعني. فأنا أفترض إنه هذا المثل طبعا له قصة معروفة، إنه عندما أعلن أحد أصحاب الحمامات التركية هذه إنه حمام مجانا فدخل الناس، وبعد أن دخلوا رجع وضع لافتة يعني عن خروج بقروج طلب منهم أن يدفعوا له يعني. فقال له لا أنت قلت مجان يعني، قال له بس الدخول كان مجان بس الخروج الخروج كان يعني بالأبواب لازم تدفع. فنحن عندما نقرأ هذه الرواية أو تجربة هذه الرواية نجمع بأن هذه الرواية لا تنفصل عن ثقافتنا وليست بعيدة عن موروثنا الثقافي والحضاري. أما في السياق الفرنسي هناك كثير من الحقائق التي قد يجهلها القارئ الفرنسي، منها مثلا القارئ الفرنسي قد لا يفهم خصوصية ليلة القدر، لا يفهم كل أبعادها، ومثلا هذه الليلة هي التي نزل فيها القرآن الكريم وهي ليلة مباركة وليلة خير من ألف شهر. فهذه الفرضية التي قد يعني الجديدة التي أتى به البحث ممكن أن نقول هو أن نتعامل مع أصل كترجمة والترجمة تتعامل معها كالأصل. وخلصت في النهاية إلى بعض التوصيات، أو قبل ذلك لا بد أن أشير إلى أنه إشكالات نقل المعنى التي تجسدت من خلال هذا النموذج كانت في الأساس إشكالات لغوية، بمعنى أنه التباينات التركيبية والنحوية والبلاغية في اللغة الفرنسية أحدثت كثير من الإشكالات في ترجمة الرواية. وأنا صراحة آسف إنه لم أستطع عرض بعض النماذج والأمثلة، وكان التركيز أيضا على الإشكال الثقافي إنه كيف ترجمت آيات قرآنية مثلا وبعض الرموز الدينية، خصوصا إن الرواية فيها كثير من الرموز الدينية المتعلقة بالتحديد بالمعجم الصوفي، ونعرف أن هذا المعجم الصوفي له خصوصية كبيرة يصعب ترجمتها يعني عندما تتحدث عن الحضرة والإنية وكثير من المفاهيم الصوفية. من الثلاثة دقائق لخص لنا فيها طيب التوصيات والأهم دقائق. أهم التوصيات هي أنه نحتاج صراحة إلى مؤسسة عربية جامعة للترجمة، أن يكون هناك اشتغال مشترك من قبل المترجمين سواء في المشرق أو المغرب لتوحيد المصطلحات، لأنه واحد من الإشكالات أيضا تعدد ترجمة المصطلح الواحد، يعني نجد مترجم مصطلح أو مفهوم غربي يترجم بسيا مختلفة إلى العربية. أيضا واحدة من التوصيات إنه لا بد من دعم
جهود المترجمين الشباب والاهتمام بالترجمة يعني في السياق العربي. إذا مثلا الإسباني ما يترجم إلى الإسبانية في السنة الواحدة حسب بعض الدراسات يفوق ما ترجم إلى العربية في أكثر من 50 سنة يعني. فإذا هناك عدم اهتمام واضح من قبل الدول العربية بموضوع الترجمة هو موضوع هام جدا نسبة لأن الترجمة هي تساعد على نقل وتلاقح الأفكار ونشر العلوم والمعرفة بصورة سلسة وسهلة. البحث فقط شيء في النهاية إنه يعتمد منهج تاريخي للترجمة ويعتمد أيضا منهج وصفي في تقديم بعض المفاهيم ويعتمد منهج تحليلي في الجانب التطبيقي. الآن أظن إنه الإخوة شاروا للزمن فأتوقف هنا وأشكركم على حسن المتابعة و قبل اختام هذه الجلسة بنفتح بالحوار والنقاش للورقتين في 10 دقائق وندي فرصة للأسئلة وندي الشباب فرصة في الآخر للإجابات ومن ثم نختم. طيب بالنسبة للمسائل الورقة بتاعتك يا مهند بتاعت الحدود إشكالات الحدود والسيادة التوصية بتاعتك الرئيسية في إنه المناطق اللي فيها النزاع الفشقة ما بين السودان وأثيوبيا وحلايب ما بين السودان وأثيوبيا إنها تكون مناطق بتاعت التكامل يعني ما تكون خميرة بتاعت عكننا زي أقوله السياسيين وتكون حاجة ممكن الناس يتكامل فيها. أنا بالنسبة لي كمواطن سوداني يعني شايف إنه والله السيادة الكاملة إنه أكون حلايب بتاعتي والفشقة بتاعتي ونمشي نتكامل في أسوان ولا نتكامل في أديس أبابا ولا نتكامل في حتة ممكن تكون بتاعتي أنا يعني مثلا. فالتوصيف بتاعتك دي كان بناء على شنو؟ ده بالنسبة للينايز إذا كان سيادتنا منقوصة نحن حاليا التوصيف بتاعتك جات بناء على شنو؟ ده السؤال بالنسبة للورقة بتاعت مهند. عندي سؤال تاني بالنسبة للترجمة. الترجمة يعتبر المهارة الخامسة يعني في اللغة بعد القراءة والكتابة والاستماع والتحدث. كان قبل كده في ورشة في السودان اسمها ورشة اللسانيات المحوسبة تكلم في اللي هو التقاطع ما بين الحاسوب والترجمة وإلى آخره. قدمت فيها مقترح أنا بشوفه يعني بشوف إنه ممكن يكون مفيد بالنسبة للناس عبر ملاحظة إنه السودانيين كويسين في الترجمة بالإنجليزية للعربية والكلام ده ما عارف أنا جاي من وين يعني من وين جايبين الترجمة إنه كويسين في اللغة الإنجليزية وبترجموا اللغة العربية في سفارات عربية كثيرة في كوريا الجنوبية في واشنطن إلى آخره. شفت فيها المترجم بيكون سوداني وفي سوداني في الأمم المتحدة بياخد جائزة بتاعه. فالمقترح اللي قدمته إنه بدل ما الناس تاخد كورسات اللي بيقول على الكورسات المكملات الجامعية ولا شنو اسمها شنو متطلبات الجامعة تاخد دراسات سودانية ولا دراسات إنسانية ولا إلى آخره رغم أهميتها لكن ممكن تاخد ترجمة معها يعني يلغى مادة ولا يقللوا الكمية بتاعت المواد بحيث إنه تكون الترجمة كمهارة تكون كمتطلب بتاع جامعة على أساس إنه المسألة السوداني الجفن خلهن نقرأ على الواقفات ممكن نلقاو يترجم للفرنسية مثلا للإسبانية. هل يفتكر إنت كشخص يعني دارس للترجمة وكذا يفتكر إنه دي ممكن تكون حاجة يعني مقترح كويس؟ السلام عليكم. بالنسبة لي احنا نتناقش اول مع مهند بعدين بطرح سؤالين في شكل البحث بتاعه. البحث فيه معلومات جميلة جدا وهي ممكن تكون غايبة عننا يعني ما ظاهرة في شكل الصراعات الحاصلة او عن الاعلام وكذا يعني مثلا جهيدة جدا لانه حلايب هي 20,580 كيلومتر مربع يعني ما حاجة هينة وهو ضخم جدا يعني حاجة اكثر من مربع يقدر او كان بيتخيلها. قلت انت في واحد من النقاط انه النزاع بين الحكومات بيكون كالضغط او انا غالب الحاجه اللي حصلها انها هي بتكون وسيله الهاء بالذات احنا في السودان لما يكون في مشكله داخليه حاصله في ازمه في غيره بتلقى انه طلعوا لك كده موضوع حلال وموضوع غيره يعني قبل فتره كان في معلومه ماسكه كان مشكله شنو وشالوا ما
من الاشياء الرئيسيه اللي هي الدعم السريع والدوا هناك والناس كلها ركزت معه. فالصرف بتاع انتباهه هو انظاره يعني بالنسبه للناس. قلت الاحتلال الثاني انه كان 1995 بعد محاوله اغتيال حسني مبارك. فما بعرف انا لانه لما انت قلت حتى انا رجع عليك كان قريت في بيت العنكبوت وقعون بتاع فتح الدوله اللي مروا عليه انه الموضوع كله يعني رايح يعني هم الجماعه ذاتهم يعني الناس اللي قاعدين هو الحكومه الحاليه. فالمشكله كلها يعني خلقوهم هم افضل اللي عليهم بطريقه قلت نقطة يعني أنا بعتبر إنها هي كي بوينت إنه لم ترسم حدود للسودان إلى اليوم. هذا في ملمة حديثك. فإذا حدود ما ترسمت إلا يعني الموضوع ده هو التقصير كان منه أساسا وليه ما ترسمت أو مفترض تترسم الحدود من أي طرف أو من منو بالضبط. معناه هذا تقصير من شخص معين أو حتة معينة هي ما معناها بالدورة. هي ذكرتنا في الاجتماع مع الكل. بعدين التوصية اللي هي اللي عملتها معك دكتور أنور إنه ياخد تكون منطقة التكامل. طيب أنا ليش قلت يا أخي هو عرضت إنه تكون منطقة التكامل معنا. أنا كده قررت إنه يا أخي خلاص الحتة دي ما حقتي معناها تصير طالب إنها هي حقتي أنا صح؟ قلت خلاص تعال نتكامل فيها معنا أنا قررت إنها حقتي. بعدين نقول إذا حصل التكامل المنطقة هذه تكون تحت حماية مين يعني؟ أول حاجة أقدم فيها الخدمات صحة وتعليم وغيره للسكان هي ما منطقة حرة بتاع التجارة وغيره. فالموضوع ده شوية كده هو يحسبه يعني معقد في النهاية حتصل لأنه في التالتة عشان يعني كده ممكن يقول لا أنا شوفه والجيش يكون مهملي أو يقول يا أخي أنا الخدمات الصحة التعليم المنهج الدراسي يكون مهملي. فحاجة على نفس النقطة اللي قالها الدكتور إنه أنت على أي أساس وصلت لهي ليه تكون متعلم يعني. شكرا. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. أنا لا أضم صوتي للزملاء وحييكم يعني تحية خاصة حقيقة. هذا مستوى مستوى بحاث رائع جدا ومستوى رفيع جدا. وأنا أدعم به النقطة التي ذكرتها إنه يعني مثال الموضوع بتاع حسن موضوع معقد جدا. طبعا أيضا موضوع مهند معقد جدا سوفيستيكيتد يعني وفي نظريات كثيرة جدا على المستوى النظري عميق يعني حتى على المستوى العملي. وهذه نوعية الأبحاث حقيقة بيشتغلها الطلاب اللي بيجون من السودان يعني بيشتبكوا مع النظريات الموجودة هنا وبينتجوا شغل. هذا مثال رائع جدا انا اعتقد يعني ويروج المحل ويروج الطالب السوداني يعني وبيثير اسئله نقديه كثيره جدا. مهند انا عندي لك سؤال مفهوم تكامل لو مسكنا المدونه الشعبيه الثقافه الشعبيه انه كل انه هذه المنطقه منطقه تكامل هذا المفهوم لا يوجد على حسب يعني فيك رايي او في رايي لا يوجد في المدونه الشعبيه لا يوجد في الثقافه الشعبيه. الثقافه الشعبيه هذا التساؤل يعني هي قائمة على أساس محدد إن الجغرافيا مربوطة بقومية محددة. هذا ما ورثناه من النظرية السياسية إنه هذه الأرض تعني سوداني. فمصطلح تكامل يعني من أين له يعني من أين يعني هل هناك أمثلة لتجارب لمناطق هي كانت لها تكامل وكيف نعالج هذا الأمر في الثقافة الشعبية نفسها يعني فقط في المستوى النظري يعني. حسن موضوعه كان عجبني جدا طبعا لانه رائع حقيقه وبثير اسئله كثيره جدا. ما هو المعنى فعلا واين المعنى وما هو الاصل يعني مفهوم السورس لانجويج والسورس تكست والتارجت تكست هذه المفاهيم اللي نتعامل معها كمسلمات زمن طويل جدا يعني حقيقه الان انت وضعتها تحت اختبار حقيقي. اذا كان لما ذكرت اذا كان القران هو موجود في نص يعتبر هو النص الاصلي بين قوسين على مزدوجتين ف وإذا كان هذا النص تم ترجمته للغة العربية ففعلا السؤال بتاع أين النص الأصلي يعني. أنا أريدك أنا أدعوك حقيقة إنه هو هي دعوة هو سؤال لك يعني إذا كان الأصل أو إذا كان الاستراتيجية أو الآلية المستخدمة في الترجمة بصورة عامة اللي هي الترجمة الثقافية اللي هي آلية التوطين يعني إذا كان في مثلا نأخذ مثل بتاع لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لو بالانجليزي مثلا واحده من الفوكس cannot be taken twice in the same snare. فلما يترجم مثلا خلاص هذا مفهوم يعني ممكن تفهمه بشكل من الاشكال. لكن هل استخدام هذه الاليه انا اريدك ان تنتقد استخدام هذه الاليه المفتوح لانك تعرف الاستشراق انك تعيد او تحاول تنتج صوره نمطيه للاخر من خلال ترجمه بانك تهتم بالمعنى
للشخص الذي تترجم إليه من ثقافتك وليس من ثقافة الآخر. يعني هذه المفردة هي تعني أو لديها معنى أو دلالة محددة في ثقافة الأفريقي. فالأوروبي لما يترجم ويستخدم هذه الآلية فيهتم بالإطار الثقافي الأوروبي. وده بنتج طبعا في النهاية لما نعرف أن الأصول الاستشراقية أحيانا بتكون سلبية جدا. فأنا بحاول يعني أدعوك أنك يعني تحاول تأخذ أيضا مساحة نقدية لهذه الآلية لا يجي منها استقبل بصورة مفتوحة. يعني شكرا جزيلا. شكرا لجميع الذين دخلوا بأسئلتهم المميرة. وأظن أن الابتداء لا أنتهي بأنني إجابة لكل هذه الأسئلة. ولكن في بداية في السؤال المشترك بين الثلاثة المداخلين، أنا عندي خلاصة أو استنتاج كما ذكرت لهم، واللي هو ضرورة التعرف بالقضية وآثارها وتطوراتها للشعب السوداني وكل ما يتصل بانتهاك أراضيه في بيان رسمي تظهر في هذا الخصوص، وذلك بتمليك الحقائق للجماهير. لكن هذا الأمر لم يتم من قبل كل هذه الحكومات. هذا أدى إلى اهتمام مصر بهذه القضية وترويجها وإعطاء الخدمات للمواطنين. فإذا السودان ذهب إلى خيار أنه يعرف هذا، يا جماعة أنتم تنتموا إلى مصر أم إلى السودان؟ الإجابة بتكون إيه؟ طبيعياً أنا مستفيد من مصر، بقول مصر حشراس أو يعني إلهامهم بهذه الخدمات لكي يتبعوا لهم. فأنا قلت تكامل حتى لا يضيع جزء من حق السودان، فأصلاً ضايع في ظل ضعف النظام القائم. أما بالنسبة لترسيم الحدود فهذا الأمر أعتقد أنه من الاستعمار، فالاستعمار يهتم بالمناطق التي يستفيد منها، يهتم بترسيم الحدود في مناطق معينة، لكن لم يبين الحدود بين السودان وبين مصر في منطقة حلاي وبالنسبة للفشقة وبعض المناطق الحدودية. وشكرا. شكرا جزيلا. حسن دقيقتين. طيب نبدأ باقتراح دكتور أنور، هو عن تضمين الترجمة في المناهج الجامعية. ممكن مش بدلا من المواد أو المقرات الموجودة، ممكن تكون إضافة فيها بالحقيقة. بس هنا في إشكال مشاهد، يعني أنت عشان تدرس ترجمة تحتاج طالب عنده أساس متين في اللغة ومعرفة اللغوية جيدة على الأقل. نحن صراحة يعني لأنه في الأرض تدريس اللغات في السودان يعني يمر بأزمات كثيرة. يعني لو قررنا فترة التسعينات أو الثمانينات كان خريج المتوسطة يعني تحدث الإنجليزية بصورة رائعة، الآن خريج الجامعة عنده مشكلة في إنه تحدث جملتين بالإنجليزية، يعني مش الجميع بس يعني عدد يعني كبير من الطلاب. فكيف يمكن يدرس ترجمة لهذا الطالب؟ يعني هو يحتاج بالعكس يحتاج إلى نفترض إن الإنجليزية تكون جزء من كل البرامج الدراسية الموجودة في الجامعات كمقرر، وإنه حتى يعني تضاف في معايير القبول للجامعة أو شروط التخرج على الأقل. الطالب عندما يتخرج من الجامعة لابد أن يكون حاصل على مستوى كذا في الإنجليزية توافق مع نعمل نظرية الحمام التركي. الخروج ما في إلا بها الجامعة ليس كالدخول منها أو لها. فهذا الأمر يعني صعب يعني، بس هو مهم يعني اقتراح رائع جدا للنهارة. بالنسبة لسؤال الدكتور أشرف الحي، صراحة أنا في هذا العقد يعني مريت مرورا سريعا على البحث ولم أتحدث عن كثير من التفاصيل، والمعنى هو كان واحد من الإشكالات. يعني ما هو المعنى؟ واحدة من الإشكالات الكبيرة التي يجب وضعها في الاعتبار عندما نتحدث عن الترجمة. وهنا أنا أضفت يعني في البحث إنه غياب نظرية تمتاز بكفاية تفسيرية لما هو المعنى واحدة من إشكالات الترجمة حتى الآن. ولا المقررات الفلسفية ولا اللسانية ولا غيرها لم تقدم أي نظرية كامل اللي هو المعنى. فظلت القضية قضية على عاتق المترجم وهو
مجتهد ويحاول أن يكون أمينا في نقله رغم الأصول المعرفة في هذا الأمر. أشياء ثانية كان عن نقد هذه الاستراتيجيات. طبعا أنا قلت إنه البحث هو كان عبارة عن تقصي حقيقة فرضية إنه الترجمة الثقافية هي قادرة على نقل المعنى وإحداث نفس الأثر الذي يعني يسمى النص الأصلي على القارئ الأصل في المولد. في الحقيقة كل البحث هو كان عبارة عن نقد موجه لهذه الفرضية باعتبار إنه ما يقترحه مثلا أوجين نايبا إنه يقدم مفهوم التكافؤ الرسمي والتكافؤ الديناميكي الأول يتعلق بالنقل أو فهم النص الأصلي والآخر يتعلق بإحداث نفس الأثر على قارئ الترجمة. فأنا قلت أن هذه الاستراتيجيات هي غير قادرة صراحة على نقل المعنى وإحداث نفس الأثر لأنه هناك تباين. يعني مثلا واحدة من الأمثلة الرائعة ضربتها في هذا البحث أنه عندما أتى أوجين نايبا نفسه إلى السودان وهذا يعني شيء لفت انتباهي أنه هناك السودان كان مشرك في الأمر يعني فسأل في إحدى القرى عن أغنى رجل في الغرية فدله الناس على من أحد الساكنين في القرية ولما رأى بديله وجد أن المدن غير مختلف عن بقية البيوت الموجودة في القرية يعني فقالهم يعني هذا البيت غير مختلف عن بيتهم فلماذا تقبلون هذا الرجل أغنى رجل فيكم؟ فقالوا له هو أكثرنا كرما وعطاء يعني فهنا مفهوم الغنى مرتبط ب الكرم والجود والعطاء بخلاف مفهوم الكرم في السياق الغربي مرتبط بالاستحواذ والإفلاك أكثر. ف يعني هنا نايدا أثبت إنه المفاهيم ليست نفسها في كل السياقات وكل الثقافات فهذا التباين يعني يفرض نفسه بقوة ويسبب كثير من الإشكالات في نقل المعنى. فما توصل إليه البحث يعني أنا قلت إنه أن تطبق هذه الفرضية أو أن تنجح أمر يعني حسب دراسة لا نستطيع أن نجزم به يعني لا يمكن أن نقول إنه هذه الترجمة الثقافية قد تجاوز إشكالات نقل المعنى ولكن أظن إنه الموضوع هو موضوع عميق وموضوع يستحق مزيد من الجهد وأنا أفترض إنه تكون يعني هذه الدراسة عبارة عن مقدمة فقط لبحث أطول في الموضوع إن شاء الله. أمل إن أكون وفيت سيدي الحق. شكرا للشباب جميعا وهم المواضيع دي بتعبر عن الجوامع يعني بتكلم يعني أي واحد منطلق من دراق وهو تقريبا منطلق من الموضوع أساسه ودي حاجة مزولين إنهم هم عندهم ريال انترنست لأبحاثهم وإن شاء الله فبنتمنى لهم حياة موفقة حياة بحرية وحياة عملية سعيدة وأشكر الحضور الجميل على الحضور ونعتذر لكم إنه أخذنا كثير من الزمن إن شاء الله عاوزين مزيد من التعاون مع مبادرة الباحثين السودانيين مش لينا إحنا مع الدوحة بس إنما هي دي دعوة لكل طلاب الدراسات العليا في خارج داخل السودان بأنهم يقدموا طروحاتهم الباحثية وبحوثهم في المجموعة وعلى مستوى الواقع حتى تعم الفائدة وحتى نغني الكثير والكثير لأرضنا الخضراء ولقومنا السم. شكرا لكم جزيلا جميعا وآمل أن نلتقي قريبا والسلام عليكم.